get the picture on the TV. In the whole history of man. على احد السهول الافريقية ومن 1,500,000 سنة كان عمك الانسان مستلق ما انتك في حاله لا يعبأ بالدنيا وما فيها يعني اسد بقى يجي ياكله ونزلت برد تجيب اجله الحياة بسيطة لا يوجد فيها ديدلاين كل ده استمر لالاف السنين لحد ما جاء واحد غاوي وجع القلب اقدم مهندس التاريخ المهندس ده بقى اكتشف النقط ومن هنا البشرية بدأت تاخد خطواتها الاولى نحو الحضارة ونحو الديدلاينز وما تستهونش يا عزيزي بالنار حبة الخشب ولا الفحم المولعين دول يخلوك دفيان في برد الشتاء يخلوا الحيوانات المفترسة تخاف تقرب لك ويخلوك تتواصل مع الناس اللي حواليك ويخلوك برضو تقدر تسوي اكلك ويبقى فيه كالوريز اكتر وبدل فيه كالوريز اكتر يعني فيه طاقة اكتر تجري بيها من الاسود وطاقة اكبر تروح لمخك وشوف يا عزيزي بقى انت تقدر تعمل ايه بمخك اللغة الكتابة الزراعة الحضارة البيتزا ونعدي من ثانوية عامة يا رب كل ده بقى نتاج لتطور متسارع لقدرات البشر اللي بدأت من اكتشاف النار وهنبدأ نتكلم عن كل حاجة بالتفصيل بعد ما جاء الإنسان البشرية كلها بدأت في تطور ولسه لحد دلوقتي التطور ده مستمر وكمان لسه هيستمر في المستقبل بدأ الإنسان يطور من نفسه وأساليبه وكان من أهم الأساليب اللي طورها هي أساليب التواصل وبدأ التواصل بينهم بالكلام والإشارات واتطورت الإشارات دي لحد ما توصلوا لإشارات الدخان وتعتبر الإشارات الدخانية واحدة من أقدم وسائل الاتصال والغرض منها واحد وهو أن الإنسان زمان كان بيتواصل مع الناس خلال مسافات طويلة عن طريق الدخان لكن الأساليب هي اللي اختلفت شوية فمثلا استخدموها كإشارة تحذير من قدوم الخطر وكانوا بيولعوا النار فوق التلال عشان ينبهوا بعض لو فيه هجوم جاي بس أكتر استخدام ليها كان بغرض التحذير والإنذار واستخدمتها الحضارة الصينية القديمة بحيث كانوا بيولعوا النار فوق أعلى قمة موجودة على سور الصين العظيم واستخدموها الهنود الحمر كأنها إشارات للاستغاثة وليها استخدام علامات تانية زي انهم كانوا بيعبروا من خلالها عن الفوز والانتصار في المعركة والنجاح في الاستيلاء على منطقة معينة وفرض السيطرة عليها نيجي بقى على الطبول والصفير الطبول زمان كانت وسيلة للاتصال بين القبائل والقرى اللي بتكون بينهم مسافات قصيرة واصواتها ما كانتش موحدة كانت النبرات بتاعتها تختلف باختلاف الاغراض المستخدمة فمثلا لو مات زعيم قبيلة وعايزين يبلغوا الناس بالخبر كان في صوت معين للطبول تعرفوا من زعيم القبيلة مات ولو في زعيم جديد هيتولى الحكم كان في صوت معين للطبول تعرفوا من زعيم جديد هيتولى الحكم اما بالنسبة للصفير فهو كان تواصل غير لفظي بيتواصل بيه ابناء القبيلة الواحدة عشان يعني محدش يفهمها غيرهم بعد كده بقى جت الكتابة نشأت الكتابة مع تطور حياة الانسان الاول وتكوين المجتمعات البشرية فالانسان لقى نفسه مش عارف يتفهم ويتواصل مع الناس اللي حواليه فاخترع الكتابة لحفظ انتاجه الفكري والثقافي والعلمي ويقال ان اول ما ظهرت الكتابة كانت الكتابة السومرية في حضارة بلاد الرافدين وبالتحديد في مدينة سومر وكانوا بيكتبوا على الفخار وورق النبات وجلد الحيوانات والاحجار والمصريين القدماء استخدموا ورق البردي بعد كده بدأت الإنسانية تتطور أكتر وبدأت الحضارات تتواصل مع بعضها ويستفيدوا من بعض فنيجي بقى للحمام الزاجل واللي بيعتبر من أشهر الطرق اللي استخدمتها الناس زمان للتواصل وكانت أكتر استخداماته في نقل الرسائل في الحروب بين الجيوش وبين التجار لأنه كان بيعرف الطرق والاتجاهات بشكل كويس وكان ليه دور مهم في الحرب العالمية الأولى والتانية بعد كده بقى تيجي فكرة المنظار أو التلسكوب واللي جت من صنع عدسات النظارات وهو الهولندي هانز ليبر هي هو صمم بالصدفة فكرة مبسطة للتلسكوب لما كان في طفلين بيلعبوا بالعدسات قدامه وحطوا العدستين ورا بعض فشاف هانز إن العدستين بيكبروا الجزء اللي قدامه وساعتها جات له فكرة إنه يركب عدستين جوه أنبوبة وكانت النتيجة اختراع المنظار وفي 1609 سمع العالم جاليليو بالاختراع ده فبدأ يعمل تجارب كتيرة عشان يقرب ويكبر الحاجات البعيدة وزود جاليليو حاجات على المنظار الأصلي لحد ما بقى تلسكوب بيكبر الأشياء 20 مرة وكان هو أول واحد بيوجه التلسكوب للسماء ويعتبر برضه هو أول واحد يقدر يعمل تلسكوب فلكي وقدر يشوف الأجرام السماوية في الفضاء
نوصل بقى للطباعة واللي كانت موجودة من زمان وبتتمثل في الأختام اللي كانت بتتحط في الرسائل الملكية أو الرسائل الخاصة، وكانت مشهورة في المناطق السورية والعراقية لفترة 5000 سنة قبل الميلاد. وكان بينقش على الأختام دي صور للآلهة القديمة زي الإله عشتار أو شمس، وكانت الطباعة معروفة عند الحضارات الفارسية والهندية بطباعة الأختام، وبالأخص في التجارة بتتم عن طريق التجريد أو نقش الكتابات الهندية. وتعرفت الطباعة كمان في الحضارة المصرية والإغريقية والرومانية، وكانت بتعتمد على الكتابة اليدوية والنسخ. بدأت طباعة الكتب على إيد الصينيين، وهم أول ناس ابتكروا وسيلة للطباعة على الورق، بحيث بدأوا في القرن الأول الميلادي طباعة الرسومات والزخارف على القماش. ومع انتشار الديانة البوذية في القرن الثاني الميلادي وزيادة الطلب على كتب التعليم البوذية، فحفروا الصينيين الكتابة على القوالب الخشبية، وظهرت أول آلة للطباعة بالشكل الحديث في ألمانيا على يد يوهانس جوتنبرغ في نص القرن الخمستاشر بعد ما اتطورت تقنيات الطباعة طول السنين. كان ظهور آلة للطباعة بيعتبر ثورة في عالم الاتصال والثقافة والسياسة، فطبعت ملايين الكتب وبدأت من ساعتها الصحف تنتشر. لكل فترة زمنية طرق مختلفة في التواصل عن الفترات اللي قبلها، وزي ما قلنا ان البشرية في تطور مستمر، فده معناه ان وسائل التواصل هي كمان في تطور مستمر، وفضل التطور ده لحد ما جت التلغراف، ويعتبر التلغراف طفرة في عصره في الاتصالات. قبل ما نبدأ التلغراف لازم نعرف كده حاجتين، اولهم ان مفيش شخص معين هو اللي اخترع او طور التلغراف لوحده، تاني حاجة ان التلغراف مرتبط شوية بمفاهيم كهربية، بحيث ان مع تطور الكهرباء في الوقت ده كانت النتيجة ظهور التلغراف. المهم كنت قاعد كده في يوم من الايام وجات قدامي رواية اسمها خاف مني يا محمود عشان رصيدي ملوش حدود، فاستغربت كده محمود يكونش محمود ابويا ورصيد يعني كلام، فقلت اكيد حاجة تبع التواصل بس، فخفت الصراحة زي محمود ومعرفتش انام، وفضولي خلاني اقرا الرواية وياريتني ما قريتها. بدأت الرواية بالتلغراف، ولقيت ان كلمة تلغراف مشتقة من اللغة اليونانية واللي معناها الكتابة البعيدة، وده فعلا بيصف التلغراف، فهو اول نظام اتصالات كهربي تم استخدامه على نطاق واسع. بدأ اول تلغراف على ايد المهندس الفرنسي كلود تشاب اللي ابتكر سنة 1794 طريقة سهلة ومضمونة للاتصال عن بعد من خلال اشارات واضحة واللي بيسموها البرق المرئي، وهو يعتبر تلغراف هوائي او غير كهربي. وساعده اخوه المهندس انياس تشاب اللي كان عضو في الجمعية التشريعية في الحصول على موافقة الجمعية وبتمويل منها على اقامة عدد من المحطات لارسال واستقبال اشارات مرئية، وتمكن كلود بمساعدة اخواته من اقامة سلسلة من الابراج فوق المرتفعات اللي موجودة بين باريس ومدينة ليل القريبة من خط جبهة القتال مع القوات النمساوية على مسافة 35 كيلومتر، وجهز كل برج منهم بزوجين من المناظير القوية متثبتين على قاعدة، وفي واحد فيهم بيتجه في اتجاه البرج اللي قبله والتاني في اتجاه البرج اللي بعده، وفوق كل عمود كان بيبقى فيه عمود خشبي قائم، والعمود ده عليه عرضة افقية، والعرضة الافقية دي في نهايتها دراعين نقدر نحركهم في 7 وضعيات ثابتة بزاوية 45 درجة بين الوضعية والوضعية التانية، وبكده نقدر نحرك الدراعين 49 وضعية، وكل وضعية فيهم بترمز لرمز من رموز الهجاء او رموز تانية، وممكن نخلي العرض الافقية تميل باتجاه دوران عقارب الساعة وبعكس اتجاه دوران عقارب الساعة، او نسيبها افقية زي ما هي، فنقدر نبعت اشارات بتدل على الارقام. وكان تطوير التلغراف البصري مسألة متعلقة بالامن القومي. بعد كده في سنة 1809 جاء العالم سامويل زامغن واخترع التلغراف الخام او التلغراف الكهروكيميائي، واللي فكرته معتمدة على التحلل المائي. لما بنخلي تيار كهربي يمر من مصدر معين في مية فيها حمض او قاعدة، هنلاقي ان المية بدأت تتحلل للعناصر الاولية بتاعتها واللي هما الاكسجين والهيدروجين. فكرة التلغراف الكهروكيميائي اشبه الى كده، بحيث ان هو بيكون متوصل بسلوك من ذهب، ويقال ان عدد السلوك دي كان 26 على نفس عدد الحروف الانجليزية او عددها كان 35 لاضافة رموز تانية مع الحروف، وكان سلوك الذهب دي محطوطة في المية. طيب دلوقتي احنا بقى محتاجين المصدر الكهربي عشان يقوم بعملية التحليل، فيجي العالم اليزاندرو فولتا ويخترع البطارية الكهربية اللي هتستخدم كمصدر للتيار الكهربي في التلغراف الكهروكيميائي. ببساطة فكرة عمل البطارية انها عبارة عن ورقة في مية والجوانب بتاعة الورق فيها زنك ونحاس. هنلاحظ ان التفاعل الكيميائي بيطلع كهرباء، وعن طريق ربط الكتير من الخلايا دي ببعضها قدر فولتا انه يعمل اول بطارية كدليل على ان التيار الكهربي بيتولد كيميائيا، وسماها باسم البطارية الفولتية، وكانت مصنوعة من طبقات متتالية من الزنك والنحاس. دلوقتي بعد ما بقى معانا المصدر الكهربي واللي هو البطارية، هنوصل العدد المعين من اسلاك الذهب بسلك نحاس هيكون موجود في انبوبة بين محطة الاستقبال والارسال، ولما نبعت الرسالة هناخد
هناخد الطرف الموجب او السالب بتوع البطارية نحطهم على الحروف اللي هي في الرسالة، ومن خلال التفاعل الكيميائي وكميات الغاز اللي نتجت هتظهر الحروف في المحطة التانية، وكانت المحطة دي على بعد 2000 قدم. سنة 1816 وضح فرانسيس رونالدس ان الرسائل ممكن تتبعت بسرعة من خلال مسافات طويلة باستخدام الاشارات الكهربية، واستخدم الاسلاف الحديدية المعلقة على العوازل في حديقة والدته في لندن، واكتشف ان الاشارة بتنتقل بسرعة كبيرة من طرف لطرف تاني. ازاي بقى عمل كل ده؟ بنى سلك تلغراف علوي بطول 13 كيلومتر بالاضافة لنظام كابل كامل تحت الارض في خندق محفور تحت الحديقة بتاعته بطول 160 متر وعلى عمق 1.2 متر، وعزل السلك بخيوط وبعد كده علقه على الاعمدة. وكان في الخندق في حوض خشبي وجوه الحوض كان في انابيب من الازاز، وجاب كرسي نحاس قسمه لعشرين قسم وكان فيه الحروف الابجدية والارقام، وحط الكرسي ده على ساعة فيها بيسبول وبتتبعت الرسائل لما المولد يشتغل، وتوصل الشحنة الكهربية للبيسبول وتتنافر لان الشحنة بتكون متشابهة. لما المرسل بيبعت رسالته بتتفرغ الشحنة، وبعد كده نقدر نحدد انهي قسم من الاقسام اللي في الكرسي جات عنده الكورتين ونعرف بعد كده الرسالة. بعد كده سنة 1825 اخترع العالم ويليام ستيرجن المغناطيس الكهربي عن طريق انه تنى قطعة من الاسلاك الحديدية على شكل حدوة حصان، وعزل السلك الحديدي وغطاه بالورنيش ولف حواليه سلك من النحاس على شكل حلزوني بحيث ان سلك النحاس ما يحصلش بينه وبين الاجزاء التانية تلامس، ووصل سلك النحاس بتيار كهربي، فكانت النتيجة ان اتحولت القطعة الحديدية لمغناطيس. سنة 1830 اتصور جوزيف هنري فكرة عزل سلك النحاس بدل من عزل الحديد اللي احنا عايزينه يبقى مغناطيس، وفعلا جاب سلك نحاس معزول بخيط ولفه حوالين قطعة الحديد على عكس ويليام، وما خلاش السلك يكون ملفوف بشكل حلزوني بعيد عن بعض، لا هو ضاعف عدد لفات السلك وقربه من بعض، ومن خلال اللي عمله هنري زود المغناطيسية 100 مرة على عكس مغناطيس ستيرجن. كان ده تحول عظيم في علم المغناطيس ساعتها، بالذات ان في الوقت ده ما كانش فيه تقدم في المبادئ المتعلقة بتنظيم المغناطيس الكهربي. وكان سنة 1819 اكتشف هانز كريستيان أورستيد تحرك ابرة مغناطيسية بسبب مرور تيار كهربي، وبعد كده باسبوع في 18 سبتمبر قدم اندري ماري امبير بحثه للاكاديمية، والبحث ده بيتكلم عن معلومات اكتر بخصوص الظاهرة دي. وضح امبير للاكاديمية ان الاسلاك المتوازية اللي فيها تيار بتتجاذب وتتنافر على حسب اتجاهات التيار جواها، يعني لو في سلكين متوازيين بيمر فيهم تيار كهربي في نفس الاتجاه بيحصل بينهم قوة تجاذب، ولو كان اتجاه التيار في السلكين متضاد بيحصل بينهم قوة تنافر. وفي سنة 1837 اخترع العالم ويليام كوك ومعه تشارلز ويستون التلغراف في بريطانيا، ويعتبر هو أول نظام تلغراف يستخدم في النشاط التجاري، وكمان وقتها حطوه على محطات السكك الحديدية في لندن. كان التلغراف ده بيتكون من 5 إبر بتتحرك الإبر دي عن طريق الكهرومغناطيسية، يعني على حسب الاتجاه اللي بيتدفق فيه التيار، والموضع او المكان اللي هتتحرك فيه الابر هيعرفنا حروف الرسالة. مرت التلغراف كوكو ويستون بتعديلات كتيرة، وكان اهمها نظام التلغراف اللي فيه ابرة واحدة. اكيد لما سمعت كلمة تلغراف في الاول كنت مستني اني هتكلم عن عالم محدد، وتقريبا انت عارفه. احنا اتكلمنا عن معظم مخترع التلغراف واللي ساهموا في تطويره، بس دلوقتي هنتكلم عن اهم واحد فيهم وهو صامويل مورس. اتولد مورس سنة 1791 في تشارلز تاون بولاية ماساتشوستس، ودرس في اكاديمية فيليبس في اندوفر، بعد كده راح كلية ييل عشان يدرس الفلسفة الدينية والرياضيات، وكان مورس بيتعلم الرسم في الاول عشان يقدر يوفر مصاريف الدراسة، وكان تلميذ لواشنطن أولستون وهو واحد من اشهر الرسامين الامريكيين في عصره، وكان صاحبه في الاكاديمية الملكية الرسام بنجامين ويست. اتخرج مورس بالتفوق سنة 1810 وبدأ مسيرته المهنية كرسام، بحيث اسس اسم لنفسه في مجال الرسم واللوحات الشخصية، وقدم لوحات شخصية لكتير من الشخصيات الشهيرة زي الرئيس الامريكي السابق جون ادمز وجيمس مينرو. سنة 1825 كلفت مدينة نيويورك مورس انه يرسم صورة زيتية للفرنسي جيلبيغ ديموتي في واشنطن مقابل $509. في الوقت ده جاله رجل بريد من ركاب الخيل برسالة من والده بيبلغه فيها بان زوجته تعبانة، وبعديها على طول ساب مورس واشنطن وراح موطنه في نيو هافن، وكان مكملش اللوحة. ولما وصل اكتشف ان زوجته ماتت واتدفنت وانه ملحقهاش، لان ساعتها ما كانش فيه وسيلة تانية غير الخيول، والمسافة بين واشنطن ونيو هافن كانت بتبعد حوالي 440 كيلومتر. وفضل مورس متأثر بصدمة وفاة زوجته، خصوصا انه ما كانش يعرف اي حاجة عن مرضها، وتأثير الصدمة ده هو اللي خلاه يدور على طريقة للتواصل خلال المسافات الطويلة. سنة 1832 كان راجع مورس من اوروبا في رحلة بحرية، وكان معاه على السفينة الدكتور تشارلز جاكسون، وكان دارس الكهرومغناطيسية ووراه كتير من تجاربه على المغناطيس، وبعديها تصور مورس فعاله نظام تطور التلغراف بتاعه. وبعد كده سأل مورس نفسه سؤال مهم،
وهو ما ينفعش نخترع طريقة كهربية لنقل الإشارات والرسائل من مسافة بعيدة. وطبعا بدأ مورس مشروعه من هنا لتحقيق إجابة فعلية لسؤاله، وكانت النتيجة اختراع التلغراف الحديث، بحيث أن مورس بدأ يسيب الرسومات الفنية بتاعته وجات مكانها الرسومات الأولية للتلغراف. كان وقتها عنده حماسة كبيرة جدا، ولما نزل من السفينة في نيويورك قال القبطان لو سمعت عن التلغراف في يوم من الأيام باعتباره عجوبة العالم فاعرف أن الاكتشاف ده تم على سفينة تكسولي. بس كانت أول المشكلات اللي قابلته هي أن التيار الكهربي في خطه مش هيشتغل مع حديد للمغناطيس الكهربي. هو استخدم حبة لفات من الأسلاك الخشنة لحد ما، ولكن في ناس نصحته أنه يرجع لنظريات البروفيسور جوزيف هنري في الكهرومغناطيسية. في الوقت ده قابل مورس شاب اسمه ألفرد فيل وتعرف عليه، وكان والده صاحب مصنع سبيدويل لأعمال الحديد في مورس تاون نيو جيرسي. اتوقع ألفرد فيل على طول الإمكانيات التجارية اللي هتيجي من التلغراف، وبقى شريك لمورس في المشروع، وكانت دي المساعدة ذاتها اللي محتاجها مورس، خاصة إن فيل قدم $2000 لإجراء تجارب إضافية لحد ما عملوا تحسينات على تلغراف مورس وصمموا شفرة مورس للنقط والشرط. المشكلة التانية وهو انه معرفش يوصل الاسلاك لمسافات طويلة، بس ساعده في ده البروفيسور ليونارد جيل، قدر انه يوصل سلوك التلغراف وتمكن من نقل الرسائل لمسافات طويلة. عشان نفهم الفكرة بتاعته هشرح الاول حاجة مبسطة. نفرض دلوقتي اننا معانا علبتين وخيط طوله مثلا 3 متر، هنخرم خرم بسيط في كل علبة وهنعدي الخيط منه بحيث ان العلبتين متوصلين بنفس الخيط ولكن هما بعيد عن بعض عشان نخلي الخيط مشدود. دلوقتي لو اتكلمنا في علبة من العلبتين هنلاحظ ان صوتنا بينتقل للجانب التاني. ازاي ده بقى بيحصل؟ بص، لما بنتكلم الحنجرة بتاعتنا بتطلع اهتزازات بتسمى بالموجات الصوتية، بتنتشر الاهتزازات دي بقى في الهواء على طول الخيط عشان توصل للعلبة التانية. هنلاقي ان العلبة التانية بدأت هي كمان تتهز لحد ما تخرج الموجة منها وتوصل للمستمع. العامل اللي بيحكمنا هنا هو طول الخيط. لو كان مثلا الخيط طويل قوي مش هيكون في موجة الصوت طاقة كافية لحد ما توصل للنهاية. ايه علاقة ده بقى بالتلغراف؟ الحقيقة ده ملوش علاقة، وانما اشبه لطريقة عمل التلغراف. بيشتغل التلغراف بطريقة مختلفة شوية، بحيث ان مبدأه مش بيعتمد على الموجات الصوتية، هو بيعتمد على التيار الكهربي. هوريك برضو صيغة مبسطة. دلوقتي احنا معانا سلك وبطارية ولمبة ومفتاح الدايرة. لو كانت الدايرة ما فيهاش تيار كهربي هيمشي في السلك، بالتالي اللمبة هتكون مطفية، ولو قفلنا الدايرة اللمبة هتنور. دلوقتي احنا بس محتاجين نحدد شفرة، فمثلا هنفرض ان اللمبة لما تنور كده يبقى صح، لما تطفي او ما تنورش كده يبقى غلط. كل ما كانت الشفرة معقدة زي شفرة مورس كل ما الرسائل هتبقى معقدة. ايه بقى اللي بيميز الطريقة بتاعت التيار عن الطريقة اللي فاتت اللي هي بتاعت العلب اللي شرحناها؟ هي اننا من خلال تيار كهربي هنبعت الرسائل على مسافات بعيدة وبسرعة اكبر، وكل اللي بيحتاجه النظام هو مفتاح وبطارية وسلك وخط من الاعمدة بين محطات السلك وجهاز الاستقبال. في 1843 خصص الكونجرس الامريكي $30,000 عشان يعملوا اول خط تلغراف تجريبي، وكان بين واشنطن وبالتيمور ولاية ماريلاند، بطول 61 كيلومتر. وفي 24 مايو سنة 1844 اتفتح المشروع وبعت مورس رسالته الشهيرة What Hath God Wrought، أو ماذا فعل الله. في سنة 1847 أخذ مورس براءة اختراع التلغراف الكهربي، وفي 10 سنين بس اتحط 35,000 خط في الخدمة في الولايات المتحدة. وفي 1865 تم وضع خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي بيربط بين الولايات المتحدة وأوروبا، وبعديها ينتشر التلغراف في جميع أنحاء العالم. على الرغم من ان التلغراف ما كانش منتشر على نطاق واسع مع بداية القرن ال11 واستبدل بالهاتف والفاكس والنت، لكن محدش ينكر انه بفضله تم وضع الاساس لثورة الاتصالات اللي ادت لكل الابتكارات دي. جت بعد كده تقنية جديدة تحت مسمى التلغراف الناطق او ذا توكن تلغراف، ويرجع الفضل في الاختراع ده لاكتر من باحث ومخترع. في 1854 اكد عامل تلغراف انه من الممكن ارسال الذبذبات الصادرة عن الصوت البشري، وما تسجلش اختراع الهاتف بشكل رسمي الا في 14 فبراير سنة 1876 لما حصل الكسندر جراهام بيل على براءة الاختراع. لكن قبليه كان في علماء تانية بيفكروا في فكرة الهاتف زي يوهان فيليب ريس وانطونيو ميوتش، وفي منهم اللي ما تقبلش اختراعه وفي اللي تقبل، بس مع الوقت بدأ يحصل له عيوب. اما اكتشاف الميكروفون كان سنة 1877، وكان ده حجر الاساس اللي هتتركز عليه الابحاث بعد كده، واهم الابحاث دي اللي قام بيها توماس اديسون واللي كان ليها دور مهم في تاريخ الهاتف من حيث تطوير قدراته. واتبعت الخطوط الهاتفية الاولى نفس خطط التلغراف، مقتصرة بس على تأمين الاتصال بين نقطتين
ثانيتين، لكن بسرعة صارت الحاجة لمراكز تحويل عشان تنظم اتصالات الشبكات المتكاملة من الخطوط الهاتفية. وفي سنة 1878 تم وضع أول نموذج نظام هاتفي تجاري في الخدمة. من دلوقتي هنبدأ جزء الموجات. يعني ايه موجة؟ يعني حركة مضطربة لحظية بتقوم بنقل الطاقة في اتجاه انتشارها. لا بصراحة الدنيا لطيفة وكرياتيف قوي. يعني ايه برضو كل الكلام ده؟ مثلا لو جبنا حوض وحطينا فيه مية وحدفنا من فوقيه على ارتفاع معين طوبة، هنلاقي في حركة بتحصل في المية، والحركة دي متحدة من المركز، يعني بتتكرر كذا مرة من نقطة الاصطدام اللي هي النقطة اللي وقعت فيها الطوبة. والاضطراب اللي احنا عملناه ده بنسميه موجة. والموجات عموما ليها انواع كتير هنتكلم عنها، بس في الحالة دي او في المثال اللي شرحناه الموجة هنا موجة ميكانيكية بتحتاج لوسط عشان تقدر تنتشر، والوسط في الحالة دي المية. ممكن يكون الهواء او حاجة صلبة على حسب الموجة هتتحرك في ايه. وفي امثلة تانية على الموجات الميكانيكية في الطبيعة زي امواج المحيط والهزات الارضية. وعشان تتخيل الموجات اكتر هنشوف تجربة جاليليو. هنشد حبلين وكل حبل هيبقى ليه سرعة شد غير الحبل التاني، وهتنتقل الاهتزازات على الطول بتاع الحبلين، والاهتزازات دي هتخلي الحبلين يتحركوا حركة منتظمة لفوق ولتحت. كل ما يزيد عدد الاهتزازات او التذبذبات في الثانيه الواحده بيزيد تردد الموجه، وبيقاس التردد بالهرتز. يعني مثلا 100 هرتز معناها 100 اهتزازه في الثانيه. لو لاحظنا حاجه هنلاقي ان الحبلين مش نفس الشكل، يعني في حبل الاهتزازات بتاعته قصيره ومتقاربه الى حد ما، والتاني الاهتزازات بتاعته على شكل دوره واحده بس طويله. والقوه بتاعت الدوره اسمها الساعه. فمثلا لو هنتكلم عن الموجات الصوتيه، كل ما تزيد الساعه بتاعت الموجات الصوتيه كل ما كان الصوت عالي. وفي حاجه اسمها الطول الموجي، والمصطلح ده بيستخدم لوصف طول كل وبيرتبط الطول الموجي بالتردد. هنيجي للموجات الكهرومغناطيسية. عارف الموجات الكهرومغناطيسية عاملة زي الجندي المجهول. كتير من الأجهزة اللي بتسهل علينا حياتنا بتعتمد على الموجات دي، وإحنا عيوننا ما تقدرش تشوف الموجات دي، وده من رحمة ربنا علينا. فمثلا لو كنا نقدر نشوف الموجات زي موجات الهاتف والأقمار الصناعية أو موجات الراديو أو موجات الميكرويف كنا هنتجنن. وعموما الموجات هي عبارة عن شكل من أشكال انتقال الطاقة من مكان لمكان تاني، والإشارات دي بتختلف عن بعضها في الترددات. في موجات ليها تردد عالي وموجات تانية ليها تردد قليل، والاهم من ده انها بتختلف عن بعضها في الوسط المادي. فصوتي دلوقتي هيوصل لودانك بسبب وجود الهواء اللي هو الوسط المادي اللي بينتقل فيه الطاقه، ولكن الموجات الكهرومغناطيسيه مش بتحتاج لوسط مادي عشان تنتقل. مصطلح الكهرومغناطيسيه ده بقى عباره عن علاقه بين الكهرباء والمغناطيس. في مبدا لازم نعرفه، ان لكل تيار كهربي مجال كهربي، ولكل مغناطيس مجال مغناطيسي، والعكس صحيح. فلكل تيار كهربي مجال مغناطيسي، وكمان للمغناطيس تيار كهربي. بمعنى لو اتكون عندي مجال كهربي هيتكون عندي مجال مغناطيسي، ولو اتكون عندي مجال مغناطيسي هيتكون عندي مجال كهربي. والموضوع مش هينتهي، الموجات الكهرومغناطيسية بتنتشر على نطاق واسع من الترددات. الموجات الكهرومغناطيسية ليها انواع كتير، واللي بيسموها بالطفل الكهرومغناطيسي، وبتبدأ من موجات الراديو لحد موجات جاما اللي بتقدر تدمر البنية بتاعت خلايانا. احنا ممكن نصنف الموجات دي على حسب طولها الموجي. في الصورة دي هنلاحظ ان الموجات الاطول اللي هي ليها تردد قليل على الشمال، وهنشوف ان الموجات اللي ترددها اعلى موجودة على اليمين. يعني دلوقتي من الشمال لليمين هنبدأ بموجات الراديو والتليفون والتلفزيون، بعديها تيجي الموجات الميكروية اللي بتستخدم في الواي فاي والرادارات وتسخين الاكل. بعد كده هنبدأ نلاقي ان الاطول الموجية بتقل لحد ما نوصل للموجات اللي تحت الحمراء، وبتستخدم في اجهزة التحكم ونظارات الرؤية الليلية والليزر. بعد كده هنوصل لقسم صغير بس مهم جدا، واللي هو الضوء المرئي. وبفضل الجزء الصغير ده من الطفل الكهرومغناطيسي بنشوف العالم. هنشوف بعد كده الأشعة فوق البنفسجية اللي بتبعث من الشمس، وبعد كده الأشعة السينية اللي بتستخدم في التصوير الطبي، وآخر حاجة أشعة جاما اللي بتستخدم بشكل معين لتدمير الخلايا السرطانية. احنا دلوقتي عرفنا الأنواع، ازاي بقى نعمل موجة كهرومغناطيسية؟ كنا عرفنا اننا عشان نعمل موجة ميكانيكية ممكن نرمي طوبة في المية. طب نعمل موجة كهرومغناطيسية ازاي؟ اكيد عزيزي عشان نعمل موجة مغناطيسية لازم يكون عندنا مغناطيس. لا احنا مش هنحتاج مغناطيس، شفت متسلع، انت دايما متسلع. بس نفرض يعني ان دلوقتي معانا مغناطيسات، ولو قربناها من بعضها يا اما هتتجاذب يا اما هتتنافر. ليه بقى بيحصل كده؟ انا اقول لك عزيزي، عشان لكل قطعه مغناطيس فيهم حقل مغناطيسي مش بيتشاف بالعين المجرده، ووظيفه الحقل ده انه يكون قوه جذب او طرد. ودلوقتي بقى نيجي لحته مهمه فركز كويس. احنا دلوقتي لو قربنا مغناطيس في سلك نحاس ملفوف متوصل بجهاز المالتيميتر، هنلاقي ان الابره اللي في جهاز المالتيميتر اتحركت، لان مع حركه المغناطيس بيولد حقل المغناطيسي تيار كهربي حواليه ومن غير ما يلمس السلك.
نستنتج بقى حاجة مهمة من أول دلوقتي، وهي إن المغناطيس بيولد تيار كهربي، والأروع من كده بقى إن العكس صح، يعني التيار الكهربي بيولد مجال مغناطيسي. ودلوقتي بدل عرفنا إن المجالين سواء كهربي أو مغناطيسي فهم مرتبطين ببعض، هنجيب بقى تيار كهربي متردد وهنخليه يمشي في اتجاه معين، وبعد كده يعكس المسار بتاعه لحد ما يقابل حاجة على شكل عصاية معدنية بنسميها الهواء. بعد كل ده بقى حركة التيار الكهربي هتسبب لنا اضطراب في المجال الكهرومغناطيسي. الاضطراب ده بقى هو الموجة الكهرومغناطيسية. لو حطينا هواء تاني على مسافة قريبة هتنتقل الموجات المنبعثة من الهواء الأول في الهواء وتولد تيار كهربي في المعدن. كده احنا عملنا حاجة مهمة، نقلنا إشارة كهربية عن بعد بفضل موجة، ومش بتحتاج لوسط مادي عشان تنتقل فيه، وبتنتقل الموجة الكهرومغناطيسية بطريقة أسرع وأبعد بكتير من الموجة الميكانيكية زي الصوت. بتميز نهاية القرن ال17 بصراع علمي على سؤال غريب، ايه هو الضوء؟ وهل هو مكون من جسيمات دقيقة زي ما قالت النظرية اللي دفع عنها إسحاق نيوتن؟ وهل هو مكون من موجات زي ما قال كريستيان هوجنز؟ الإجابة على السؤال ده ما تعرفتش في الوقت اللي كان الاتنين عايشين فيه. بعد كده في القرن ال19 عمل الإنجليزي توماس يونج تجربة، وهي كانت السبب في شهرته، وهي تجربة الشق المزدوج. عشان نفهم التجربة احنا محتاجين قطعة من الورق وجدار وبخاخة فيها لون معين بيترش عشان يعمل شكل. هنعمل شق في الورق وبعدين هنحطه قدام الجدار ونرش باللون عليه. هنلاقي ان الشق اترسم على الجدار، بس مفيش مفاجأة لحد دلوقتي. هنعمل شق تاني جنب الشق الاول وهنكرر نفس اللي عملناه. هنلاقي ان في شقين متوازيين يترسموا على الجدار، مفيش مفاجأة برضو لحد دلوقتي. هنحط نظرية نيوتن في بالنا، وهي ان الضوء بيتكون من جزيئات، والدهان اللي رسمنا بيه الشق بيتكون من قطرات. هننتقل للخطوة التانية وهنلاحظ فيها الامواج اللي بتتحرك على سطح المية في الحوض. هنلاقي ان شكلها هو شكل الموجات، بس لو مفيش عائق بيقابلها مفيش مفاجأة برضو. يا عم اصبر بقى، احنا لو حطينا حاجز في الحوض هتغير الامواج شكلها وهتبقى دائرية. انت متخيل ان دي هي المفاجأة صح؟ غلط، تتخدع على طول انت، لان الموجات اللي على شكل دايرة دي بنسميها موجات منكسرة، وطبيعي يحصل ده لان في حاجز. طب لو حطينا حاجزين بقى وسيبنا فتحات في حتت معينة فيهم، هنلاحظ ان الامواج بدأت تقترن ببعض وحجمهم بيزيد، وفي حالات تانية ممكن يلغوا بعض فيها ويختفوا، وده اسمه تداخل الموجات. ليه بقى انا بينتلك كل ده؟ لان توماس يونج جرب نفس التجربة دي ولكن على الضوء، وكانت النتائج هي نفس النتائج اللي كانت مع الامواج في المية، بحيث ان الضوء اللي عدى من خلال الشق ووصل للجدار هنلاقيه شبه الموجة. والتجربة دي بتوضح لنا ان الضوء موجة مش جسيم. دليل تاني، في اسكتلندا القرن ال19 اشتغل جيمس كليرك ماكسويل على توحيد مجالين كبار في العلوم، وهما الكهرباء والمغناطيسية. لسه معادلاته المعروفة بمعادلات ماكسويل بتستخدم على نطاق واسع لحد النهاردة، ومن خلالها اتحطت أسس الفيزياء الحديثة. ولاحظ ماكسويل ان بعض الظواهر الكهربية والمغناطيسية بيتكون عنها نوع خاص من الموجات، وهي دي الموجات الكهرومغناطيسية. في 1889 لاحظ عالم الفيزياء الألماني هاينريش هيرتز، لما كان بيتأكد من صحة معادلات ماكسويل، إمكانية توليد أقواس كهربية على مسافة ومن غير اي اتصال، واثبت انها بتنتقل عن طريق موجات كهرومغناطيسيه. وقدر يقيس سرعتها ولقاها انها حوالي 300,000 كيلومتر في الثانيه، ودي نفس السرعه بتاعه الضوء، وكانت النتائج متطابقه. يبقى كده الضوء موجه كهرومغناطيسيه. سنة 1870 قدر يثبت ماكسويل ان الموجات الكهرومغناطيسية بتنتقل في الفراغ بسرعة الضوء، وفتح بالطريق ده اكتشافات جديدة في مجال الاتصال والبث والتواصل. بعد كده جاء هاينريش هيرتز وكمل على افكار ماكسويل، وفي سنة 1887 اثبت كيفية استقبال الموجات وتسمت بعد كده بالموجات الهرتزية. وفي سنة 1890 في باريس قام بروفيسور الفيزياء ادوار بغانلي باكتشاف طريقة لالتقاط الموجات الكهرومغناطيسية، وبعديها قام المهندس الروسي الكسندر بوبوف بتصميم اول هوائي لالتقاط الموجات دي. لكن اول تجارب بث وتلقي موجات الراديو كانت في سنة 1895 على ايد الفيزيائي جوليلمو ماركوني. اتولد ماركوني في مدينة بولونيا بايطاليا من اسرة غنية، ونجح ماركوني في اختراع جهازه وراح لانجلترا وعرض الجهاز وسجله هناك وانشأ شركة، وهو اول واحد يرسل ويستقبل بنجاح الإشارات الإشعاعية على مختلف المسافات. بعد في سنة 1901 إشارات في المحيط الأطلسي، فكان ده يوم عظيم في تاريخ الاتصالات اللاسلكية، بحيث إن السفن الحربية اللي بتعاني من مشاكل بيمكنها دلوقتي طلب المساعدة بسرعة. وفي السنين الأخيرة من حياته قام بتطوير استخدام الموجات. في آخر القرن 19 بعد اختراع موصل الراديو الهوائي، اتجه كتير من العلماء لتسجيل براءات اختراع كانت السبب في تطوير الراديو. في 1906 عمل الكندي
ريجينالد فيسندن اول بس اذاعي اتكلم وغنى وعزف على الكمان قدام مايكروفون متوصل بتيار كهربي متردد وهوائي، وفي نص البحر وسط ضلمة المحيط التقط مشغله تلغراف لاسلكي الحان الموسيقى. واهمية اختراع الراديو ظهرت بصورة واضحة في سنة 1909 لما غرقت السفينة فيكتوريا وتمكنت الرسائل اللاسلكية من انقاذ عدد من ركابها. وفي نفس السنة اخذ ماركوني جائزة نوبل، وكان ماركوني متصور انه يقدر ينقل الصوت كمان خلال المسافات البعيدة، لكن ده ما اتحققش غير في سنة 1915، ومعرفش العالم الاذاعة على نطاق تجاري واسع غير في سنة 1920. وعمرنا ما هنتكلم عن الراديو غير لما نتكلم عن الاب الحقيقي ليه وهو نيكولا تسلا. تسلا كان مؤمن جدا ان موجات الراديو هتبقى ثورة في العالم، وبدأ يطور فيها من سنة 1892، واتحكم عن بعد بقارب باستخدام موجات الراديو لأول مرة في العالم سنة 1898، وتوسع في التكنولوجيا دي حتى انه سجل اكتر من 10 براءات اختراع بتتعلق بالاتصالات. كان كل ده قبل ما يسبقه ماركوني، بس تسلا تفوق على ماركوني وبوبوف في معركة التحكم في موجات الراديو. بس كان ساعتها تسلا بيمر بأزمات مالية وده اللي وقفه. الراديو كان جهاز مهم جدا في عصره. فكرة الاستخدام بتاعة الراديو هي نقل الرسائل من جهاز ارسال لجهاز استقبال واحد او اكتر من اجهزة استقبال، وممكن تكون في اماكن منفصلة وبعيدة ومش متوصلة ببعض زي الاسلاك او الاتصال البصري، يعني حاجة تقدر تشوفها. يعني لما بيتكلم مرسل الرسالة بتخرج منه موجات صوتية، وبعد كده تدخل الموجات دي في الميكروفون وبتتحول بعديها لإشارة كهربية، وهي دي الرسالة. لو اتبعتت على طول هيكون المدى بتاعها قصير واستقبالها هيكون صعب، وممكن يحصل لها تشوه بفعل التشويش. بس مفيش مشكلة، احنا ممكن ندمجها مع موجة تانية وتكون الموجة التانية دي هي اللي هتنقل لنا الرسالة، وفي نفس الوقت تكون موجة معدلة. بعد كده بتتبعت الاشارات الكهربية لهواء الارسال، بينقلها في الهواء على شكل موجة كهربية، وبعد كده تتحرك الموجة دي بسرعة الضوء لحد ما بتتفاعل مع المجال الكهربي، بس المرة دي مع هواء الاستقبال. لو كان جهاز الاستقبال يعرف الطول الموجي للموجة اللي هتوصل لنا الرسالة، فده بيساعده انه يركز على ترددها وتحليل التغيرات بتاعتها. بعد تحويلها لاشارة كهربية هتعدي الرسالة على جهاز استخلاص، هيطلع اشارة الرسالة من اشارة الموجة اللي كانت بتنقلها، يعني بيفصل الاشارة دي عن الاشارة دي. بعد كده بتتضخم الإشارة وبتتبعت لمكبر صوت عشان ترجع تتحول لموجة صوتية، وبعد كده بتوصل لنا الرسالة. والعملية دي بتتم في غمضة عين، بس في مشكلة، لو كل واحد استخدم نفس الطول الموجي ده كده هيخلي الرسائل تدخل في بعضها، وبالتالي هيحصل تشويش، وكل واحد هيستخدم جهاز استقبال في النطاق اللي شغال فيه جهاز الإرسال، وبكده هتوصل للشخص ده الرسالة ويقدر يسمعها. فعشان كده موجات الراديو مش أأمن حاجة. هوليود 1940 تاخد لعبة الشطرنج المختلفة والممثلة النمساوية المنفية في الولايات المتحدة والمخترعة هيدي لامار لقب أجمل امرأة في العالم. شايف يا عزيزي مقدمات قد إيه عشان بس أقول هيدي لامار على رأي رضوى الشربيني اللي قادرة على التحدي والمواجهة. إيه؟ مش رضوى؟ أمال مين؟ أمال ماهر؟ مين دي؟ بص يا عزيزي أنا مش عايز أدخل في صراعات مع النوع الآخر، فيا رب نعدي الفيديو ده على خير. المهم هيدي لامار ما كانتش ست سهلة، بتفكرني بالأستاذة نيلي اللي فورمتها مظبوطة بالملي، واللقب اللي هي اخدته ده فضل معاها ولحد النهاردة. هي معروفة بالممثلة اللي اخترعت الواي فاي. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. اتجوزت هيدي لامار لأول مرة من مصنع أسلحة، وبدأت قصة حب عظيمة جدا أعظم من قصة حب أحمد حسن وزينب. بس كان في مشكلتين، المشكلة الأولى إن أنا مكنتش موافق على العلاقة دي، والمشكلة التانية إن هيدي عرفت تتحكم في أسلحة التوربيدات عن بعد. وفي 1941 قررت إنها تشارك في الحرب ضد النازيين بطريقتها الخاصة، فربنا يستر بقى ونخش في الموضوع. دلوقتي إحنا عرفنا إزاي الراديو بيشتغل، وكمان عرفنا نقطة ضعفه. لو في توربيد بقى مواجه بموجات راديو متجه للهدف بتاعه، احنا ممكن نعرف تردد الارسال اللي هو التردد اللي اتبعت بيه التوربيد، ونبعده عن المسار اللي هو كان ماشي فيه. ولو ما عرفناش تردد الموجة كده هنضطر للتخمين، وده اسمه مسح الترددات. لكن سواء في الاول او في الاخر كده كده هنعرف التردد. وعشان اعقد العملية دي اكتر هنستخدم النظام اللي ابتكرته هيدي لامار واللي اسمه القفز الترددي. وعشان نفهم النظام ده بشكل احسن هنلعب لعبة. عشان تلعب اللعبة دي يا عزيزي لازم تكون سريع. فدلوقتي تخيل معايا ان اللي هيطلع من الثقوب دي الاشارات اللي بتوجه التوربيد لهدفه، وان الشاكوش هو مشغل
بيشغل الراديو اللي بيعمل تشويش على الإشارة. في البث اللاسلكي الطبيعي تخرج الإشارة من الثقب ولازم تفضل مكانها عشان التوربيدو يروح للهدف بتاعه. عارف بقى لو احنا بنضربه ومش شايفين هيبقى الأمر سهل برضو، لأن انت هتضرب التسع ثقوب لحد ما توصل للثقب اللي الإشارة فيه. لكن بقى في نظام القفز الترددي بتخرج الإشارة من الثقب لفترة معينة وبعد كده بتختفي وبتظهر في مكان تاني، وبتتبعت أوامر توجيه مختلفة في كل مرة، وصعب جدا أو تقريبا مستحيل إننا نضربه بطريقة عشوائية. ممكن في بعض الأوقات يكون معنا الحظ ونشوش على الإشارة لثواني بس مش أكتر، بس ده مش كفاية لأن في الآخر هيوصل التوربيد لهدفه في كل مرة. ودي الفكرة بتاعت هيدي لامار، التناوب بين إشارات حاملة الموجات على نطاق ترددي واسع هيخلي التشويش على الرسالة أو حتى التقاطها شيء صعب جدا. في الآخر ما استخدمش اختراع هيدي لامار في الحرب العالمية التانية، لكن بعد كده كان اختراعها مصدر إلهام لكتير من المهندسين، وده خلاهم يتمكنوا في إن الاتصالات تكون أكتر استقرار وفعالية. التلفزيون. القصة ابتدت سنة 1884 بمحاولة الألماني بول نيبكو لما اخترع قرص ميكانيكي دوار لكنه جهاز مسح ضوئي للصور، ويعتبر قرص نيبكو أساس الأنظمة التلفزيونية الميكانيكية، واستخدمه بعد كده الاسكتلندي جون لوجي بيرد في وضع نموذج عملي للتلفزيون الميكانيكي سنة 1926، وتمكن بيرد انه يبقى أول واحد يقدر ينقل صور تلفزيونية متحركة. Now 12 years ago since I produced the first little flickering television image. بعد كده يرجع الفضل في التواصل لنموذج التلفزيون الالكتروني الكامل للامريكي فيلو فرانس وورس لما اخترع سنة 1927 مشرح الصور، وهو انبوب لكاميرا فيديو بتحصل فيه انبعاثات الكاثود الضوئي، يعني صور الكترونية بيتم مسحها بالضوء لانتاج اشارة كهربية بتمثل الصورة المرئية. مع اختراع التلفزيون اجريت الكثير من تجارب البث اللاسلكي، وكانت بريطانيا هي اول واحده تعمل بث لاسلكي من جوه قصر الكسندرا في لندن سنه 1836، وده من خلال هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي اللي بتعتبر من اول المؤسسات التلفزيونيه اللي بتعمل بث لاسلكي بره الاستوديوهات. This is direct television from the studios at Alexander. امريكا تسكت بقى والناس تاكل وشها؟ لا ما ينفعش. فبدات شركه الاذاعه القوميه في الولايات المتحده اول بث لاسلكي سنه 1939، وكانت فتره الخمسينيات فتره كويسه لامريكا خصوصا مع ظهور عدد من شركات التلفزيون. وبعد كده بدا دور التلفزيون يتغير في التاثير على الراي العام، وبدات تغطيه الاحداث الكبرى زي الانتخابات والاجتماعات السياسيه واللي بتمثل دور مهم في البرمجه التلفزيونيه. وكانت سلسله المناظرات الرئاسيه الامريكيه سنه 1960 بين المرشحين ريتشارد نيكسون وجون كينيدي حدث مهم في تاريخ البث التلفزيوني. وفي سنة 1962 تم إطلاق القمر الصناعي تيليستر 1 اللي استخدم في نقل البث التلفزيوني بين أمريكا وأوروبا. كانت أول صور اللي اتبعتت خلال المحيط الأطلسي على القمر الصناعي تيليستر من مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي جون كينيدي. This press conference is being relayed by the telegraph communication satellite. التلفزيون زيه زي غيره من الاختراعات، كان العالم مبهول بالتلفزيون لحظة اختراعه، ومع تزايد الطلب عليه بقى ليه طفرة نوعية، وتوسعت الشركات في عملية تصنيعه وانتاجه. وعلى الرغم من كل اللي بيتقال عن سطوة الثورة الرقمية، فالتلفزيون لحد النهاردة يعتبر ما خسرش موقعه ومكانه، ولسه لحد النهاردة هو ضيف مهم في كل بيت مصري، وبقوا بيختاروا ليه مكان معين في الليفن روم. تخيل يا عزيزي تبقى مهندس ديكور والعروسة تتأمر عليك، انا عايزة التلفزيون في الحتة دي لو سمحت. لا معلش حضرتك انا حاسه ان الحيطه دي هتبقى اهدأ لاعصابي. لا حضرتك احنا ممكن نخليه في السقف على فكره. ممكن دلوقتي الناس تتلي عن التلفزيون عشان عالم التكنولوجيا اللي احنا فيه، لكن وقت الازمات والاحداث الكبرى بيبقى ليه دور مهم جدا. فاكر يا عزيز النار اللي قلتلك عليها في اول الفيديو؟ او احنا بقى في القرن العشرين اكتشفنا نار مرة تانية. الكاتبين مايكل ريوردان وليليان هوديسون في كتابهم كريستال فاير بيقولوا ان واحد من اختراعات القرن العشرين كان ليه تأثير كبير على تاريخ البشرية وتطورها، بالظبط زيه زي اكتشاف النار من 1.5 مليون سنة. الاختراع ده بقى يا عزيزي من غيره حياتك كانت هتبقى حياة تانية خالص. انا مثلا انا مستغرب ليه ما كنتش ممكن اعرف اعمل لك الفيديو ده دلوقتي، ومن غيره ما كنتش هتعرف تبعت ميمز لصاحبتك، ومن غيره بقى كنت هتحب الفيزياء ثانوية عامة ومش هتهرب منها. قصة اكتشاف نار القرن العشرين ما بتبدأش في حشائش السافانا، القصة بتبدأ لما عمك جرهام بيل مخترع التليفون قرر ينضم للمنظومة الرأسمالية، مؤسس الامريكان تليفون اند تليجراف كومباني، واشتهرت لحد يومنا ده بالاي تي ان تي. وكان هدفه من الشركة دي هو نشر اختراعه في امريكا عن طريق شبكة من الخطوط الارضية طويلة المدى تقدر تنقل الصوت عن طريق تحويله لاشارات كهربية. بس تخيل نفسك كده في اواخر القرن التسعتاشر وعايز تعمل شبكة من الاسلاك تشيل اشارات كهربية على مدى مسافات طويلة،
اول حاجه لازم تفكر فيها هو ازاي تحافظ على الاشاره دي، بحيث لو انا في نيويورك وانت في سان فرانسيسكو وبيننا حوالي 5500 كيلومتر من الاسلاك، الاشاره الكهربيه بقى اللي هبعتها لك من التليفون بتاعي هتوصل لك في التليفون بتاعك زي ما هي من غير ما تضعف او تتشوش او تختفي اصلا. شوف الاشاره الضعيفه بتاعت صوتي دي، عايزين نمشيها بقى 5500 كيلومتر. الحل البديهي اللي ممكن يجي في دماغك وكمان لو انت في ثانويه عامه هو اننا في وسط ال 5500 كيلومتر دول نحط في النص جهاز، الجهاز ده يقوي الإشارة، بحيث بعد ما الرسالة يحصل لها كل اللي هيحصل لها في السكة من ضعف تعدي من الجهاز ده وتفضل قوية. عارف بالظبط كأنك في فيلم حلم العمر ومتخيل نفسك حمادة هلال بقى وعمال تضرب 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 وبعدين تتعب وبعدين بقى تيجي الناس اللي تقعد تمسح لك بالفوطة وتجيب لك جردن ومش عارف بقى الجردن ده بيعملوا فيه ايه ويرش عليك مية فانت تبقى نشيط وترجع لقوتك من تاني. هو ده بقى نفس اللي بنحاول نعمله في الإشارة. المهم بعد ما انت عملت عملية التقوية دي بتوصل الإشارة للتليفون بتاعك، فيقوم التليفون محولها من إشارة كهربية لصوت، وبالفعل هو ده اللي AT&T فكرت فيه وبدأ الشغل على فكرة الامبليفاير المضخم عن طريق شركة فرعية من AT&T اسمها ويسترن إلكتريك سنة 1906. بيتم اختراع أول امبليفاير في التاريخ عن طريق المخترع الأمريكي لي ذا فورست. الامبليفاير بقى كانت فكرته بسيطة جدا، كل الفكرة انك عايز تعمل جهاز تدخله إشارة ضعيفة يطلع لك إشارة قوية. تمام؟ تمام. والامبليفاير اللي عمله فورست هتلاقيه قدامك دلوقتي. ها ايه رايك؟ اخس عليك يا ببلاوي، ايه خضتني؟ وواحد يقول لي هو ده جاي في الامتحان. بص انت ما تتوترش وما توترنيش معاك، انا اصلا داخل تانية ثانوي وشايل هم تالتة من دلوقتي. انا هفهمك، بص سيبك من الرسمه دي كلها وركز معايا على الخط المقطع اللي في النص ده. الخط ده بقى بيعبر عن شبكه، دي اللي بندخل عليها الاشاره الضعيفه ونستلمها قويه من فوق من الطرف الموجب ده. لو مهتم تعرف اللي بيحصل جوه فهو ليه علاقه بظاهره اسمها الثيرميونيك افكت. واحد يقول لي هو ايه الثيرميونيك افكت ده؟ لا بقول لك ايه يا عزيزي، ما تجرنيش معاك في الفيزياء عشان ما تجرش معاك، ما يغركش ان في سنه اولى كنت بدرس الكاينتيك فيزيكس والموشن والساتلايت. لا 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 ما يغركش خالص، انا بقول لك اهو. اللي انت محتاج تعرفه ان الشبكه دي بتكون حساسه جدا للاشاره اللي داخلها، بحيث ان اي تغيير ولو حتى صغير في قد ايه الشبكه دي موجبه او سالبه هيؤدي الى تغيير كبير في الاشاره اللي خارجه من الناحيه الثانيه، وده السير بتاع الامبليفاير. دلوقتي انا بتكلم في التليفون بتاعي، تقوم الاشاره اللي شايله صوتي تمشي في الاسلاك، بس قبل ما توصل لك تعدي على الامبليفاير وتبدا تتفاعل معاه، وكده كده قلنا ان الاشاره هيحصل لها حاجه زي ضعف او تشويش من المسافه اللي هتمشيها، بس قلنا ان اي تغيير بسيط في الشبكه بيؤدي الى تغيير كبير في الاشاره اللي بتخرج من الناحيه الثانيه، وبكده الاشاره اللي بتخش الشبكه بيتم تكبيرها عند الناحيه الثانيه، والاشاره تطلع من الامبليفاير متكبره وتكمل طريقها لتليفونك. وطبعا الاشاره مش هتعدي على امبليفاير واحد بس، على حسب المسافه بقى، فكل ما ازدادت المسافه كل ما احتاجنا الامبليفايرز اكتر عشان نحافظ على الاشاره. وتم تطوير الامبليفاير ده عشان يكون مناسب لحجم المهام المطلوبه منه. وفي 1914 قدرت AT&T بمساعده ويسترن الكتريك انها تعمل اول شبكه خطوط ارضيه بتغطي امريكا كلها. وفي 1915 جراهام بيل عمل اول مكالمه تلفونيه من نيويورك لسان فرانسيسكو. الو الانجاز العظيم ده بقى خلى ويسترن الكتريك تدرك اهميه الابحاث في مجال الاتصالات. في الاول وفي الاخر هي عمرها ما كانت هتعرف تعمل شبكه التليفونات بتاعتها من غير الامبليفاير اللي اخترعه فورست. فعايزين بقى من ده كتير يا شباب، ابو بلاش كتر منه، كده كده عم بيل اللي هيحاسب. خلاص اهو بالك اهو، خليهم اتنين. اتنين حلو يا حاج خلاص. وايه ده الحيل؟ ورحمه والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين، ما انت بنرجح كلمه صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف ما صح. ما يحلف يا اخي. الله يعني عايز يطلق. هو حلف بالطلاق؟ انا مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باب اهو كمان كده يبقى وصلك 10. وفي 1925 بيتم تاسيس بيل لابس مختبرات بيل عشان تبقى مسؤول على الجانب البحثي بتاع ويسترن الكتريك. بيل لابس دي بقى اللي في خلال 20 سنه هيتم اكتشاف نار القرن العشرين. بس بعد كام سنه من اول مكالمه عملها جراهام بيل على شبكه التليفونات الجديده بتاعته، الامبليفاير ما طلعش جامد كده زي ما احنا متخيلين لاسباب كتير بقى. عد معايا، بيحتاج لطاقه كبيره جدا عشان يشتغل، ما عشان يعرف يقوي الاشاره، زائد انه ممكن يتكسر بسهوله عشان كان لازم يتحوط بانبوبه ازاز، وكان حجمه كبير قوي. ما تستغربش، اه كان حجمه كبير، كان حجمه يا عزيزي قد صباعك الكبير كده. يمكن حجمه الكبير ده ما عملش مشكله في خطوط الاتصالات بتاعت AT&T، لكن المشكله لما تم استخدام الامبليفاير في اول كمبيوتر في التاريخ، الالكترونيك نيوميريكال انتجريتور اند كمبيوتر، الانياك، في جامعه بنسلفانيا.
الكمبيوتر ده استخدم فيه 18000 امبليفاير، يعني حجمه كان 18000 صباع كبير، كان بياخد اوضه لوحده. ولك ان تتخيل ال 18000 امبليفاير دول محتاجين قد ايه كهرباء عشان يشتغل. ده خراب بيوت، مين هيدفع الفواتير دي؟ لا ما صح، احنا قلنا ابو بلاش كتر منه. ما دي ليه يا ابني عمك بيلي حاسب؟ طبعا انت عايز دلوقتي تسالني سؤال بديهي مش سحر ولا حاجه، بس انا عرفته. انت بتفكر دلوقتي في ازاي الامبليفاير اللي بنكبر بيه اشارات التليفون عملوا منه اول كمبيوتر في التاريخ، الكمبيوتر اللي قدر يحسب قيمة باي لحد 2037 رقم بعد العلامة العشرية. ازاي بقى عملوا كده؟ انا هقولك. اي كمبيوتر بيشيل المعلومات عن طريق بيتس، البيتس دي بتبقى سلسلة من الوحيد والاصفار. اي حاجة بتخش الكمبيوتر بيتم تحويلها لوحيد واصفار، واي عملية بتحصل جواه بتحصل على هيئة وحيد واصفار. هو الكمبيوتر كده، يا واحد يا صفر، مفيش تفاهم، لان دي ابسط طريقة للتعامل مع المعلومات. فلو انت دلوقتي عايز تعمل كمبيوتر وعايز حاجة تشيل الوحيد والاصفار، فانت عندك كذا اختيار. ممكن مثلا تجيب صحابك وتحفظ كل واحد رقم يا واحد يا صفر، وكل ما تعمل عملية بسيطة زي انك تجمع رقمين على بعض تقوم لافف عليهم كلهم تحفظهم رقمهم من جديد، ويبقى كده كل واحد من صحابك شايل بت. ولو عايز تعمل كمبيوتر بنفس سعة انياك، فانت كده محتاج 18000 صاحب وتقعدهم في اوضة واحدة، وانت اصلا اخرك 7 صحاب، 4 بيبعتوا لك على الواتس وانت ما بتردش، واتنين لو فتحت دلوقتي هتلاقيهم عاملين لك بلوك 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 عسل بلوك. والسبعة بقى يا عزيزي تعرف هي تبقى مين؟ اوب 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 وقعت بلساني كده كده اصلا يا ما تعرفش ان انت عايش على الكوكب. فيلا نكمل المشاعر اللي هترجعنا تاني. الحل المنطقي اكتر انك تجيب جهاز يشيل البيتس دي، جهاز عنده حالتين يا واحد يا صفر. لو هتخلي الجهاز ده بيشتغل بالكهرباء، فانت ممكن تقول ان مرور الكهرباء فيه دي الحالة اللي بتعبر عن واحد، وعدم مرورها فيه دي الحالة اللي بتعبر عن صفر. وعن طريق تحكمك في الكهرباء اللي ماشية تقدر تحول من واحد لصفر ومن صفر لواحد، وده جهاز فمش هينسى ويتلخبط. يعني انت دلوقتي عايز جهاز كهربي سهل تتحكم في كمية الكهرباء اللي ماشية فيه، مش بيفكرك بحاجة. ده هو اللي قد صباعك الكبير، ايوه الامبليفاير. والامبليفاير بينطبق عليه هذا الكلام، لو لعبت في الشبكة الحساسة بتاعته تقدر بسهولة تغير في كمية الكهرباء اللي بتعدي فيه، وبالتالي تقدر تعبر عن الوحيد والاصفار بسهولة. واحد لو لعبت في الشبكة وخليتها تعدي تيار كهربي، وصفر لو لعبت فيها وما خليتهاش تعدي لأي تيار. لك أن تتخيل بقى إن إنيا كلها فيها 18000 أمبليفاير، يعني كان آخره يشتغل على 18000 بت. عارف أنت بقى ده قليل قد إيه؟ أنت لو معاك فلاشة 1 جيجا بايت بس دلوقتي، فهي تقدر تشيل 8 مليار بت. لو عايز تستعمل إنيا لتخزين المعلومات زي الفلاشة في الساعة بتاعته، هتبقى 2 كيلو بايت وربع بس. 2 كيلو بايت وربع، انت عارف يعني ايه جهاز قد الاوضة يشيل 2 كيلو بايت وربع؟ طب حتى مش 2 ميجا. فبصراحة نقلة كبيرة جدا بين زمان وبين دلوقتي. وعشان تحصل النقلة دي كان في احد مختبرات بيل لابس ويليام شوكلي وجون باردين وويليام براتان في 23 ديسمبر 1947 يعلنوا الاختراعهم لنار القرن العشرين. ايه هي؟ امبليفاير جديد. اوبا، ما بيستهلكش كهربا كتير، اوف، واصغر بكتير يا راجل. ومش كده وبس، بوشكاش محفوظ بيضحي، الامبليفاير الجديد ده كان مصنوع، وخلي بالك بقى من الكلمه دي، من سيمي كوندكتور مواد، لا منها كوندكتورز بتوصل كهربا ولا منها انسليتورز بتمنع مرور الكهربا، حاجه كده بين الاتنين. قدرتها بقى على توصيل الكهربا بتعتمد على البيئه اللي هي فيها. يعني مثلا هتلاقي عنصر زي السيليكون اللي هو واحد من اهم السيمي كوندكتور اللي نعرفها، قدرته بقى على توصيل الكهربا معتمده على درجه حرارته، كل ما اديته حراره كل ما اداك كهربا، وده لان ذرات السيليكون بتكون مترابطه مع بعضها بما يسمى الكوفيلنت بوند، روابط تساهميه. ليه بقى بتعمل كده؟ كل ذره سيليكون بيكون عندها 4 الكترونات في الليفل الاخير من الطاقه تقدر تتفاعل بيه. ولو انت بقى مذاكر كيمياء كويس هتعرف ان اي ذره هدفها الاساسي والرئيسي في الحياه هي انها توصل ل 8 الكترونات. هو كيفهم كده ان يبقى عندها في الانرجي ليفل الاخير 8 الكترونات. فتلاقي بقى اللي عندهم 2 يقولوا لك احنا نخلص من الاثنين دول، واللي عندهم 6 فيحاولوا يشبكوا مع حد عايز يخلص من الاثنين، في بقى اللي عندهم 4 فيحاولوا يشيروا مع بعض. هي تكنيكس، كل ذره ومزاجها. فتقوم السيليكونيه رايحه مع السيليكونيه الثانيه وعاملين غديوه، هنفتح مشروع يا شباب، كل واحده تشارك بالكترون مع الثانيه ويعملوا رابطه تساهميه، يبقى في الكترونين منهم مشتركين، وبعد كده عدد الالكترونات بتاعت كل واحده فيهم في الليفل الاخير يزيد 1 فيبقوا 5، وهكذا بقى تفضل ذره السيليكون تتفاعل مع اخواتها الثانيين وتشير معاهم الالكترونات، وخد وهات بقى من هنا للصبح لحد ما كل ذره سيليكون تتفاعل مع 4 ذرات سيليكون ثانيين، كل
واحدة بقى من ذرات السيليكون يبقى عندها 8 الكترونات على اخر انرجي ليفل ليها، وبكده تبقى ذرة بنت ناس ومتدلعه على الاخر. لما بقى بنزود درجة حرارة الروابط التساهمية اللي هي بين السيليكونات بتبدأ تتكسر، وبالتالي الالكترونات اللي بتبقى في الروابط التساهمية دي بتتشرد. يا ساتر يا رب، ليه كده بس زعلتوني يا عزيزي؟ دي بتبقى من الالكترونات الحرة strong independent electron. تفضل بقى الالكترونات تعوم في كريستالة السيليكون، والالكترونات الحرة دي بقى هي المسؤولة عن نقل الكهرباء. فكل ما تزود درجة حرارة كل ما تكسر روابط تساهمية اكتر، كل ما يزيد عدد الالكترونات الحرة، وكل ما تزيد قدرة السيليكون على توصيل الكهرباء. ما هي الالكترونات الحرة دي ايه؟ كهرباء. الكهرباء دي عبارة عن الكترونات عمالة تتحرك. نفس العملية دي بقى ممكن يتبصلها بصة تانية. السيليكون في العادي بيبقى ملهوش شحنة، السالب فيه قد الموجة، لكن لما الرابطة التساهمية تتكسر وذرة السيليكون تفقد الكترون ويبقى حر، ده معناه ان الذرة هتبقى موجبة، هتبقى ايون، ايون موجب، عشان هي فقدت الكترون. فاحنا ممكن نبص على العملية دي كأن الالكترون اللي هرب ده ساب مكانه فراغ، ولو اتعاملنا مجازا مع الفراغ ده على انه جزيء زيه زي الالكترون ليه شحنة، فهيكون ليه شحنة موجبة، لان وجود الفراغ ده عند ذرة السيليكون بيخليها موجبة. ما توش معايا، بص انت دلوقتي عندك ذرة السيليكون ولا موجبة ولا سالبة، راح منها الكترون، حاجة سالبة مشيت، فطبيعي يكون عندنا ايه؟ حاجة موجبة. الحاجة الموجبة دي بقى هنسمي عدم وجود السالب فيها حاجة، هنسميها ايه بقى؟ هول. نظريا بقى هنتعامل مع الهولز دي زي ما بنتعامل مع الالكترونات بالظبط. مثلا احنا كنا عارفين ان الالكترونات هي اللي بتشيل التيار، لما الالكترونات بتتحرك بتعمل تيار كهربي. نفس التيار ده ممكن نبصله على كأنه حركة هولز بس ماشية في الاتجاه المعاكس. فانت تيجي تسخن السيليكون الالكترونات تطير كده، الهولز بقى تطير كده. فاهم الفكرة؟ انا عارف ان هي كومبلكس شوية بس ان شاء الله هتفهمها. واحد بقى يقول لي ايه علاقة ده باللي احنا كنا بنقوله وبالاتصالات؟ اتقل شوية. في الواقع زيادة درجة الحرارة مش احسن طريقة تزود بيها قدرة السيمي كوندكتورز على نقل الكهرباء. اصل انت يعني مهما زودت هتوصل لفين؟ لو زودتها لحد ما تكسر كل الروابط التساهمية انت كده هتخلي مفيش كريستالة سيليكون اصلا يمشي فيها طيار. فعشان كده عملوا طريقة كرييتيف شوية ممكن نزود بيها توصيلهم للكهرباء. الطريقة دي بقى اسمها الدوبل او التطعيم. ما تجيش بقى تقول لي ليه هي عندها كورونا وهتاخد استرازينيكا ولا فايزر؟ لا يا ريوش، السيليكون مناعته كويسة ما تقلقش عليه. اللي بيحصل كالاتي، احنا بنطعم السيليكون ده بعناصر تانية، عناصر عندها عدد اكبر من الالكترونات في الانرجي ليفل الاخير، زي الفوسفور اللي عنده 5 الكترونات اكتر من الاربع الكترونات بتوع السيليكون. فلما نقوم واخدين ذره فوسفور وندخلها وسط ذرات السيليكون، ذرات السيليكون بتتعامل عادي ولكنها واخده بالها، وتقوم عامله 4 روابط تساهميه معاها زيها زي اي ذره سيليكون. بس خد بالك، ذره الفوسفور دي عندها 5 الكترونات، ده معناه ان في الكترون هيبقى حر طليق كده في الكريستاله يوصل الكهرباء براحته، وبالتالي هيكون للكريستالة قدرة اكبر انها توصل كهرباء اكتر من غير بقى ما نزود درجة حرارتها. شايف الحركة الصايعة دي؟ ايه رأيك فيها؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ ما سابش بتهرب بسرعة يا رب. ماشي عزيزي، واكيد بقى احنا مش هنطعمها بذرة فوسفور واحدة بس، احنا هنطعمها بملايين الذرات بحيث يبقى عندنا ملايين الالكترونات بتنقل لنا كهرباء. النوع ده بقى من كريستالات السيليكون بيكون اسمه الان تايب. الان جاية من نيجاتيف، ليه؟ عشان في الكترونات كتير حرة. ما احنا عندنا الفوسفور دي دخلت عندها 5 الكترون، في ماسورة الكترونات فتحت علينا. نفس عملية التطعيم اللي عملناها دي ممكن نعملها بس نطعم السيليكون بعنصر كيميائي عنده الكترونات اقل من بتوع السيليكون، زي البورون واللي عنده 3 الكترونات في الانرجي ليفل الاخير بتاعه. لما ناخد البورون ونحطه في كريستالة السيليكون هيحصل نفس اللي حصل مع الفوسفور، السيليكون هيتعامل عادي ولكنه واخد باله. بس استنى، ده البورون عنده 3 الكترونات بس، هيعمل 4 روابط ازاي؟ اللي بيحصل ان البورون بياخد الكترون من ذرة سيليكون تاني. ايه ده، حرام يعني؟ يا عم بقى ما تظلمش الراجل، ممكن هيرجع له بعدين يعني. المهم بيعمل بالالكترون المسروق ده الرابط الرابع في ذرة السيليكون اللي خد منها الالكترون. دي عندها ايه بقى؟ ايه اللي اتكلمنا عنها من شويه، الحاجه الابستراكت النظريه. يبقى عندها هول، ما هي ناقصت الكترون فبقت موجب. موجب عشان ما فيش الكترون، وعدم وجود الكترون ده احنا سميناه هول. كده بقى يبقى عندنا هولز اكتر في الكريستاله اللي هي زي ما قلنا تقدر تعمل تيار زي الالكترونز بتعمله. وبرضو احنا مش بنطعمها بذره بورون بس، احنا بنطعمها بملايين الذرات بحيث يبقى عندنا في المقابل ملايين الهولز اللي بتنقل لنا الكهرباء. النوع ده بقى من كريستالات السيليكون اللي بيبقى فيه بورونز كتير، ده بيبقى اسمه بي تايب. البي جايه من ايه؟ بوزيتيف. ليه؟ لان عندنا هولز، لان دي كانت اماكن فيها الكترونات مشيت بقى. لو انت مش تبع ثانويه عامه فيكفيك انك تبقى عارف ان بعد عمليه التطعيم دي بيبقى عندنا نوعين من كريستالات السيليكون، الان تايب والبي تايب.
ال ان نيجاتيف بيبقى فيها الكترونات كتير، والبي بوزيتيف بيبقى فيها هولز كتير، والهولز دي نقدر نقول اخوات الالكترونات بس شحنتهم موجبه. طبعا انا عارف ان ده تبسيط مخل، بس انت دلوقتي مشاهد عادي بقى فنخل معاه. طب يا عم احنا دلوقتي ناس عندها ضمير، طعمنا كريستالات السيليكون بالبورون او الفوسفور، عملنا ال ان والبي وكل الكلام الروش ده، فين بقى نار القرن العشرين؟ اتقل. خلينا ناخد الكريستاله ان تايب اللي فيها الفوسفورس اللي فيها الكترونات كتير، وكريستاله البي تايب اللي فيها هولز كتير، ونقوم حاطين الان ولازقينها في البي كده من غير اي اعتبار للسوشيال ديستانس. ما هما متطعمين بقى، هنلزقهم في بعض وهيحصل نفس اللي بيحصل لما تحط باكيتة الشاي في كوباية مية مغلية. باكيتة الشاي فيها تركيز شاي عالي، بتتحط في المية اللي تركيز الشاي فيها قليل، بيحصل ديفيوجن. حبة الشاي تقول يا جماعة ايه الزحمة دي، ما الدنيا بره فاضية اهي، فنقوم بقى طالعين ونديفيوز بره كلنا مع بعضينا. تبدأ ذرات الشاي تتحرك من جوه الباكيت لبره لحد لما الاتنين يكون فيهم نفس التركيز. ده بقى بالظبط اللي بيحصل لما تحط كريستالة N جنب الكريستالة B. الالكترونات اللي في الكريستالة N بتبدأ تنتشر في الكريستالة B، والهولز اللي في الكريستالة B بتبدأ بشكل ميتافوريكال تنتشر في الكريستالة N، لان في الكترونات مشي فتبقى هول لان الالكترون مشي. فالمفروض انه زي الشاي الالكترونات بتروح من ال N لل B، والهولز بتروح من ال B لل N. بيحصل تيار كده بالسالب وتيار كده بالموجب. فالمفروض العملية دي تفضل مستمرة لحد ما تركيز الالكترونات والهولز يبقوا في الكريستالتين قد بعض، بس ده ما بيحصلش. ليه بس كده؟ خلينا نركز على الكريستالة الان لوحدها. المفروض ان فيها الكترونات كتير، والالكترونات دي حرة تقدر تنقل كهربا. بس لو فاكر الالكترونات دي كانت جاية من ذرات فوسفور، والذرات دي سابت الالكترون ده وعملت روابط تساهمية مع السيليكون، فعشان الذرات دي فقدت الالكترون بتبقى ايونات موجبة وبيتقال عليها دونرز عشان اتبرعت بالالكترونات بتاعتها. فلما نحط الكريستالة البي جنب الكريستالة الان، والالكترونات تبدأ تمشي من الان للبي، الايونات الموجبة بتاعت الفوسفور اللي هي في الان يبدأ يظهر تأثيرها وبتكون طبقة موجبة من الأيونات على طرف الكريستالة الان. الحتة دي مهمة فخلي بالك. عايزك بقى تصحى وتركز معايا قوي. نفس الحاجة دي بتحصل مع الكريستالة دي بتاعت البورون، اللي المفروض زي ما قلنا فيها هولز كتير، وزي ما قلت الهولز دي جاية من ذرات البورون، البورون اللي سرق الالكترون من ذرات السيليكون وعمل ربطة تساهمية وكون لنا الهول ده. فعشان ذرات البورون دي خدت الالكترون زيادة من السيليكونات فبتبقى أيونات سالبة وبيتقال عليها اكسبتورز عشان قبلت الكترونات من ذرات تانية. فلما نحط الكريستالة B جنب الكريستالة N، والهولز تبدأ تمشي من B لل N، الأيونات السالبة دي بيبدأ تأثيرها يظهر وبتكون هي كمان طبقة بس سالبة من الأيونات على طرف الكريستالة B. فكده عندنا طبقتين من الأيونات واقفين على الخط الفاصل بين ال N وال B، طبقة من الأيونات الموجبة عند ال N وطبقة من الأيونات السالبة عند ال B. لو ركزت بقى هتلاقي ان الايونات ليها تأثير مضاد على الالكترونات من ناحية والهولز من الناحية التانية، وعلى حركتهم اللي حصلت في الاول. لو ركزت بقى اكتر هتلاقي ان الايونات في ناحية ال N الايونات الموجبة دي بتمنع الهولز في انهم يعدوا، وهتلاقي ان في ناحية ال B الايونات السالبة بتمنع الالكترونات السالبة في انها تعدي. الاتنين نفس الاشارة فبيتنافروا بيبعدوا عن بعض، فبيبقى اللي هو يلا يا شباب نبتدي نفك عن نفسينا. لا معلش يا شباب مش قوي كده، في حاجات هتعدي بس في حاجات مش هتعدي. مشكلتك بقى يعني نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي اللي انا جاي لكم عشانها. المنطقة بقى اللي في النص دي اللي فيها الايونات اسمها depletion region او المنطقة القاحلة، هي اسمها كده في كتاب الوزارة فما تقوليش يعني ايه. الجهاز بقى اللي احنا عملناه المكون من كريستالتين اسمه ال BN junction او الديود. الداي اللي في اسمه ده جاي من ان عنده طرفين، طرف N وطرف B. خلينا بقى نشوف الديود ده بيشتغل ازاي، وخلينا نسأل ايه اللي هيحصل لو وصلنا الديود ده ببطارية. depletion region دي بقى هتبقى مهمة جدا، هتلاقيها عائق. ما كنتوا تسيبوا بقى يا جدعان الالكترونات تعدي والهولز تعدي. في طريقتين بقى نوصل بيهم الديود ده ببطارية. الطريقة الاولى هو اننا نوصل الطرف الموجب في البطارية ده بالبي والطرف السالب بالان. الحالة دي الطرف الموجب من البطارية هيتنافر مع الهولز الموجبة في البي، والطرف السالب من البطارية برضو هيتنافر مع الالكترونات السالبة في الان، وبالتالي هيبقوا قادرين يخشوا الديبليشن ريجين ويعدوها والتيار يقدر يكمل. ده بقى اسمه الفورورد بايس اللي فيه الديود بيقدر يوصل تيار كهربي. الطريقة التانية للتوصيل بقى وهو اننا نوصل الطرف السالب للبطارية بالبي والموجب بالان عكس اللي فات. يعني في الحالة دي الطرف السالب بالبطارية هيجذب الهولز الموجبة
الموجودة في البي والطرف الموجب بالبطارية هيجذب الالكترونات السالبة في الان، وبالتالي الدبليشن ريجين اللي بين الان والبي هتكبر اكتر، وبكده هيبقى مستحيل اي طيار يعدي فيها، وده اسمه الريفرس بايس اللي فيه الديود ما بيوصلش اي طيار خالص. شايف الموضوع رايح لفين؟ وحايد وسبار اون واوف. شايف ده معناه ان من خلال الديود ده نقدر نتحكم في الاتجاه اللي التيار بيمشي فيه في الدايره، لانه بيسمح للتيار يعدي في اتجاه والاتجاه التاني لا، وده بيتم استخدامه في تطبيقات كهربيه كتير ممكن مستر الفيزياء بتاعك يقولك عليه. مش هقعد اشرح، انا بقى تعبت وصحتي بقت في النازل. فكر وانت اللي تنفس. ايه الكلام ده يا نصه؟ بلا نصه بلا سفت. ايه في ايه؟ انا انتهيت يا جدع. ما تقولش كده، بيتي اتخرب. فداك سبت وظيفتي يا جدع ولا يهمك. عربيتي اتدمرت. المهم الصحه بقت في النازل. الله الله الله. بس اهم تطبيق واللي انا وديتك وجبتك عشانه وقعدت اقول لك اتقل اتقل هو اخو الديود الكبير. مش الديود اسمه كده عشان عنده طرفين؟ خد بقى اللي عنده 3 اطراف. وسع بقى يا ابني للكبير الجاي، الترانزستور. هو ده بقى نار القرن العشرين. الترانزستور بقى هتلاقيه معمول من كريستالات جنب بعض، بس عشان هو عنده 3 اطراف فهو مكون من 3 كريستالات، يا اما ان وبعدين بي وبعدين ان، يا اما بي وبعدين ان وبعدين بي. عارف الساندوتش؟ عارفه ده، انا عارفه وحافظه صم. اهو ده بقى ساندوتش سيليكون وسبايسي فبيكهرب. طبعا حضرتك زمانك بتتريق وبتقول البتاع قد كف ايدي ده هو اختراع القرن العشرين وازاي ده امبليفاير. طب الامبليفاير بتاع فورست الله يمسيه بالخير كان فيه كهربا بتعدي وشبكه واشاره تخش على الشبكه وكده يعني. يا عم اتقل اتقل، وان شاء الله وعدك ان دي اخر مره تتقل فيها. اللي عمله براكان وباردين وطور عليه شكلي سنه 1948، المهم بعد ما عملوا ساندوتش الكريستالات ده ووصلوه بالكهرباء زي ما هو قدامك كده، لقوا ان الترانزستور بيعمل نفس شغل الامبليفاير بالظبط. لو عندنا ترانزستور ان بي ان هنلاقي ان الكريستاله البي اللي في النص دي بتعمل نفس شغلانه الشبكه بالظبط، الشبكه بتعدي فورست، بندخل عليها اشاره ضعيفه تطلع لنا اشاره قويه من الكريستاله الان اللي فوق. ازاي بقى؟ بص خلينا نمسك الترانزستور ان بي ان ده ونفصصه واحده واحده. اول طرف للترانزستور ده هو الكريستاله ان، متطعمه بشكل كافي يعني فيها الكترونات كتير، وهنسمي الطرف ده بالايميتر او الباعث. الطرف اللي في النص هو الكريستاله بي، متطعمه بس مش قوي يعني فيها هولز بس مش كتير وسمكها صغير، وهنسمي الطرف ده بالبيز او القاعدة. الطرف الاخير في الترانزستور هو الكريستالة ان برضو، وبرضو فيها الكترونات كتير وهنسميها بالكوليكتور او المجمع. ولو بصينا على الدايرة اللي قدامك دي وركزنا على الطرف اللي في الاول والطرف اللي في النص اللي هو الاميتر والبيز، هنلاقي ان هنا ان وبي وبالتالي بيعملوا دايود، والدايود لو بصيت على البطارية المتوصلة فيه هتلاقي ان البي بتاعته متوصله بالطرف الموجب في البطاريه، والان بتاعته متوصله بالطرف السالب في البطاريه، وبالتالي كده هو في وضع بيسمح بتعديه التيار عادي، وده معناه ان الالكترونات الكتير اللي في الاميتر هتقدر تعدي في البيز. بس في حاجه، هتعمل ايه يا وحش؟ هتعمل ايه لو قلت لك ان البيز ده اللي هو البي صغير وفيه هولز قليله؟ ده معناه ان التيار اللي بيطلع منه ضعيف وما يقدرش يطلع تيار كبير مهما زاد عدد الالكترونات اللي وصلوا له من الاميتر. هو عنده الكترونات كتير بس ما يقدرش يطلعها، وده بيخلي فيه الكترونات كتير عايزه تخرج من البيز بس هو مش قادر يخرجها. مع كثافه الالكترونات دي بتقدر تطلع الالكترونات من البيز للكوليكتور اللي عنده القدره هو كمان انه يوصل تيار كبير، وبالتالي الالكترونات اللي دخلت الاميتر جزء صغير منها بيروح للبيز والجزء الاكبر منها بيروح للكوليكتور. وهنا بقى تيجي الصياعه، التيار البسيط اللي ماشي في البيز ده بيقدر يتحكم في التيار الكبير اللي بيوصل للكوليكتور، لانه ايه؟ بيتحكم في الديبليشن ريجن. اوعى والنبي تقول لي انك نسيت. ايه ده؟ يا نهار اسود ومنيل. شقايا راح يما، شقايا اللي قضيته في التربيه والتعليم راح يما. الديبليشن ريجن اللي بينه وبين الاميتر، فلما البيز يبقى موجب اكتر حتى لو بمقدار صغير هيصغر الديبليشن ريجن وهيخلي كميه كبيره من الالكترونات تعدي للكوليكتور، خاصه مع الكثافه الكبيره للالكترونات اللي جايه من الاميتر. وده بالظبط اللي كان بيعمله الامبليفاير، تغيير صغير في احد الاطراف بيؤدي الى تغيير كبير في الطرف الثاني. ده اللي كانت الشبكه عند دي فورست بتعمله، وده اللي البيز والترانزستور بيعمله. واحد يسالني ليه الترانزستور ما يبقاش ان بي بس وتبقى الديبليشن ريجن اللي بين الان والبي هي دي الحاجز اللي تعمل كارنت او ما تعملش؟ حقق سألت سؤال زي ده؟ اجاوب بقى، اجاوب شكرا. المشكلة انه لو كان ان بي بس فده معناه ان كل التيار اللي بيخش الان يا اما بيطلع من البي يا اما ما بيطلعش، فإتس اول اور نان. لكن احنا عايزين نعمل امبليفاير بس مش يا زيرو يا واحد، عايزين نلعب كده بين الزيرو والواحد، عايزين جهاز في النص يتحكم في قد ايه يحصل كارنت
قد ايه يحصل تيار في الديود بتاعنا لازم يتحط له طرف ثالث. الطرف ده ما يبقاش هو اللي بيدخل التيار، الطرف ده كل مهمته انه يتحكم في التيار. وبكده يكون عندنا ترانزستور اللي هو مكون من 3 كريستالات، كريستالتين اللي هما الايميتر والكوليكتور، ودول اللي بيعملوا التيار في الترانزستور، وطرف في النص اللي هو البيز او البي بس وظيفته انه يتحكم في التيار اللي ماشي. ونفس الفكره بقى الترانزستور يقدر يشيل بيتس، البيتس اللي هي معلومات على شكل واحد او زيرو، لاننا لو وصلنا البيز بطرف البطاريه السالب الديبليشن ريجين هتبقى كبيره جدا، فتقوم قايله للتيار محدش هيعدي من هنا، فكده الترانزستور يبقى اوف او شايل زيرو. اما لو وصلناها زي قبل كده بالطرف الموجب الديبليشن ريجين هتصغر، فالتيار بقى يمشي كده زي السكينه في الحلاوه، وبكده يبقى الترانزستور اون او شايل واحد. فنستنتج ان الترانزستور بيؤدي نفس وظيفه الامبليفاير بتاع فورس، بطاقه اقل وحجمه اصغر، سواء انه يشتغل كامبليفاير ويكبر الاشارات اللي داخلاله، او كسويتش يفتح ويقفل ويقدر يشيل واحد او زيرو. وفي 1947 كان الترانزستور كبير قد قبضه الايد، بس في الخمسينيات والستينيات في نفس الوقت اللي كان الامبليفاير القديم قد صباعك الكبير، الترانزستور كان قد الدوفه. وفي 1956 اخد براتان وشوكلي وباردين جائزه نوبل في الفيزياء عشان الترانزستور. اكيد دلوقتي عايز تسال هو ليه اتسمى ترانزستور؟ هو اتسمى كده لان زي ما شفنا هو ساعات بيقاوم التيار زي المقاومات زي الريزيستورز، وبيعدي التيار في احيان تانية كانه بيعمل لها ترانسفير، فتسمى بالترانسفير ريزيستورز. بعد كده بقينا ندلعه ونقول له يا ترانزستور. اكيد برضو عايز تقول لي انت مش بتبالغ شويه ومش شايف ان 3 كريستالات معموله سندوتش انها تبقى نار القرن العشرين، ويعني ترانزستور مهم كده قوي. عايز اقول لك لو فاكر كمبيوتر الانياك اللي كان حجمه قد الاوضه وكان معمول بالامبليفايرز العاديه بتاعه دي فورست، فاختراع الترانزستور ادانا القدره اننا نخزن نفس القدر من المعلومات على حجم اقل بكتير. بس الامبليفاير القديم اللي قد صبعك الكبير اللي اتمرمط معانا ده، والترانزستور اللي قد ضفرك، الاثنين بيشيلوا بيت واحده من المعلومات، بس الترانزستور بيشيلها في مساحه اقل بكتير. بس قصه الترانزستور ما وقفتش لحد هنا. في نص القرن العشرين وعلى ظهور شركه تكساس انسترومنتس بدات تظهر تجميعات من ترانزستورز ثانيه على شكل تشيبس صغيره. حتى انت لو كسرت اللعبه هتلاقي تشيبس زي دي موجوده. كل تشيب من دي بتادي غرض معين، اللي هي ان شاء الله لما تدخل هندسة هتعرف ان اسمها انتجريتد سيركت او الاي سيز، وهتضيع فلوسك كلها عليها. التشيبس دي بقى بتدخل في صناعه الالكترونيات اللي تعرفها النهارده، تلفزيونات بقى، موبايلات، كمبيوترات. فهندسه برضو ان شاء الله هتعرف ان اللي قلته لك ده اسمه البايبولر جانكشن ترانزستور او البي جي تي. بس ما تدخلش قسم عماره وتقول لي انا ما عرفتش الكلام ده ليه عزيزي، انت هتهزر معايا. بس على الرغم من بساطته الا انه مش اكتر كفاءه. يا نهار اسود، يعني كل اللي انت شرحته ده مش اللي اكتر كفاءة؟ ايه بص، هو للأسف يعني انا عامل ايه طبعا يعني. لما تدخل الكلية ان شاء الله هتعرف ان في سنة 1959 في نوع تاني من الترانزستور اخترعه المهندس المصري محمد عطلة والكوري داون كاند، اسمه الموسفت، وده بقى حل كتير من مشاكل البي جي تي. ومن ساعتها بقت صناعة الأجهزة الإلكترونية أسهل بكتير، وبدأ يحصل ثورة في عالم الإلكترونيات، وبدأت الشركات تتنافس على مين هيعمل منتجات أحسن، وعلى رأسهم شركة أي بي إم اللي في الستينيات كانت مكتسحة سوق الكمبيوترات في أمريكا. وساعتها كانت الكمبيوترات مقتصرة على الجهات الحكومية والعسكرية بس، اللي منها كانت ناسا واللي قدرت تبعت أول إنسان على سطح القمر سنة 1969 بفضل قدرة كمبيوترات أي بي إم ودقتها في الحسابات في الوقت ده. وكل ده يرجع بفضل قدرة التشيبس اللي شايلة آلاف الترانزستور، ومع الوقت بدأت الترانزستور تظهر أكتر وأكتر، وبرده قدرة الأجهزة على استيعاب وتحليل البيانات تظهر اكتر واكتر. وفي 1977 في سان فرانسيسكو شابين اسمهم ستيف جوبز وستيف وزنيا باعوا 300 قطعه من جهاز كمبيوتر شخصي اسمه ابل 2، ومن هنا بدات شركه ابل، ومن هنا خرجت الكمبيوترات من الجهات الحكوميه والعسكريه لكل البيوت، وبدل ما يستعملها شويه مهندسين بقى بيستعملها اي شخص مش متخصص. والترانزستورز بقت بتتطور اكتر واكتر لحد النهارده بقت بتتقاس بالنانومتر. شوف كل اللي احنا كنا بنشرحه ده دلوقتي بيتقاس بالنانو. على فكره دلوقتي في تخصص كامل في جامعه زويد اللي هو النانو تكنولوجي، ما بيعملوش حاجه في حياتهم غير انهم بيدرسوا ترانزستور. ناس بتدرس 5 سنين جامعه ترانزستور بس، اللي احنا اتكلمنا عنه في حوالي نص ساعه من الفيديو. عشان كده النهارده بقى عندنا الكترونيات دقيقه جدا، ويوم بعد يوم البوتنشال الحقيقي للالكترونيات دي بيبان اكتر. بص احنا دلوقتي في 2022 مستحيل نتخيل حياتنا من غير ترانزستور، زي ما مستحيل نتخيل حياتنا من غير نار. النهارده بفضل التكنولوجيا اللي بيوفرها لنا الترانزستور، ومع وجود تويتر وامازون وتندر، اولوياتنا واحتياجاتنا اختلفت، واهتماماتنا كمان اختلفت.
فمن دلوقتي احب اشكرك ايها المشاهد الجميل بتاع ثانوية عامة واقول لك ان الجزء المفيد ليك خلص. فمن دلوقتي هبدأ اعقد الموضوع حبتين، اكشلي هو حبتين تلاتة اربعة لسه مش متأكد. بص مش عايز اصدمك، فروح انت ذاكر وهات لحد يكمل الجزء ده معايا. لما السوفييت اطلقوا اول قمر صناعي في اكتوبر سنة 1957، بعد كده بدأ التنافس بينهم وبين الامريكان على سباق الفضاء، ومجددا بقت معهم الصين، وبقى هناك الاف الاقمار الصناعية في المدارات الارضية، والبشرية بقت في حتة تانية على مستوى عمليات الاتصالات والمراقبة والبث التلفزيوني والاذاعي، ده غير التنبؤ بالطقس والحركات المرورية، لدرجة ان منظور العمل المخابراتي والعسكري اتغير بشكل كبير مع وجود الاقمار الصناعية. بس ازاي وصلنا للنقلة النوعية دي، وازاي توصلنا لوضع اجسام صناعية في مسارات محددة في الفضاء، وازاي بنستقبل الاشارات من الاقمار الصناعية عن طريق الاقمار اللاقطة بالرغم من سرعة حركة الاقمار. نشر اسحاق نيوتن سنة 1729 تجربته الفكرية المعروفة باسم كرة نيوتن المدفعية، وافترض فيها ان قوة الجاذبية هي قوة كونية وهي العامل الرئيسي في حركة الكواكب. والتجربة ببساطة بتقول اننا لو تصورنا مدفع على قمة جبل عالي واطلقنا منه النار بصورة افقية، وقتها الكرة هتنطلق بشكل موازي لسطح الارض لفترة وجيزة قبل ما تستسلم للجاذبية الارضية وتقع في النهاية على الارض. طب احنا ممكن نستمر ونطلق كور تانية وهتوصل لمسافة اكبر من الكرة الاولانية، اما بقى لو عرفت القدر المناسب لزاوية القصف او السرعة المناسبة اللي هتطلق بيها الكرة، وقتها بس هتستمر الكرة في الانطلاق والحركة حوالين كوكب الارض. غير ان مع اكتشاف نيوتن لثابت الجذب العام او الجرافيتيشنال كونستانت واللي بيساوي 67 × 10^11، ساعتها قدرنا نعرف حاجات اكتر عن الفضاء والجاذبية، وقدرنا نكتشف علاقة خاصة او قانون بيحكم حركة الساتلايت، وهو ان V بتساوي الجذر التربيعي لجي في ام على R. والقانون ده معناه انك لو عايز تطلق قمر صناعي فانت عندك 3 عوامل رئيسية، هما كتلة الكوكب اللي هتطلق منه القمر الصناعي، والمدار اللي انت عايز القمر الصناعي يكون عليه، وجي هو ثابت الجذب العام، ثابت ما بيتغيرش، بس انت منفعش تتحكم في 3 عوامل مع بعض. طب دلوقتي ازاي بيتم اطلاق الاقمار الصناعية وازاي بتستمر في دورانها حوالين الارض؟ طبعا انت عارف القمر الصناعي بيطلع من الارض على صواريخ حامله وبينطلق الصاروخ في شكل عمودي لمسافه محدده، يعني هو بينحني بشكل تقريبا بيكون موازي لسطح الارض. الفكره هنا لنجاح اطلاق القمر الصناعي معتمد على العثور على التوازن اللازم بين جاذبيه الارض وبين سرعه حركه القمر الصناعي، لان تخيل معايا صاروخ هيطلع من كوكب الارض، لما يطلع شويه كده مش معناه ان هو هرب من مجال الجاذبيه، لا هي لسه الجاذبيه بتشده في اتجاه مركز الارض لتحت. طب انت دلوقتي اكيد جه في دماغك سؤال، بدل في قوة تجاذب بين الارض والقمر الصناعي، ليه القمر بقى مش بيقع؟ والله ما في قمر غيرك يا عزيزي اللي هيجنني باسئلته دي. انا هقول لك ليه، لان القمر بيصنع حركه دائريه، والحركه الدائريه دي بيصاحبها حاجه اسمها قوه جاذبه مركزيه بنسميها بالسنتريبيتال فورس، وكمان مع وجود القوه الطارده المركزيه بيكون تاثيرها لبره، ده بيخلي التوازن اللي قلنا عليه يحصل اللي هو بين القمر الصناعي وبين الجاذبيه الارضيه. يعني بخلاصه احنا عايزين القوه اللي بيصنعها القمر الصناعي من حركته الدائريه وقوه الجاذبيه اللي على الارض اللي هي بتشده يكونوا قد بعض عشان يثبت القمر في مداره، القوة دي تبقى قد القوة دي. حفاظ بقى القمر الصناعي على ارتفاعه المناسب مرتبط بسرعته وفقا للقانون اللي قلته لك في الاول، ولو اتحرك القمر بسرعة كبيرة قوي هيهرب من جاذبية الارض وهيطير في الفضاء، ولو اتحرك ببطء عن السرعة المناسبة هيتسحب بفعل الجاذبية ويرجع للارض كقطعة صغيرة محترقة. ولان تحديد السرعة هنا مرتبط بمدى قرب المدار من الارض، فتم تحديد 3 انماط رئيسية من المدارات والسرعات المناسبة للاجسام في كل مدار على حسب بقى ارتفاعه عن الارض، وسموهم المدارات الارضية المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، وكل تصنيف ليهم ليه خصائص محددة وبيناسب انواع معينة من الاقمار الصناعية. والمدارات الارضية المنخفضة بتعتبر الانسب للاقمار الصناعية العلمية اللي هي بتعتمد على جمع معلومات متعددة لمواقع مختلفة بشكل سريع، ومع نهاية المدارات المنخفضة وعلى ارتفاع 2000 كيلومتر من سطح الارض بتبدأ المدارات المتوسطة وصولا لارتفاع 35000 كيلومتر من سطح الارض. وهنا بنلاقي ان كل ما بيرتفع القمر الصناعي عن الارض كل ما بيقدر يقضي وقت اكتر في المكان الواحد، وهي انسب المدارات للاقمار الصناعيه الملاحيه زي اقمار الجي بي اس الموجوده على ارتفاع 20 كيلومتر فوق سطح الارض. والتصنيف الثالث للمدارات هي المدارات الارضيه المرتفعه او الثابته، والمدارات دي بتوفر ميزه كبيره للاقمار الصناعيه لان الاقمار فيها بتتحرك في نفس اتجاه دوران الارض، ومن هنا ممكن القمر يركز على منطقه بعينها طول الوقت.
وهيظهر كأنه ثابت للمراصد الأرضية، علشان كده يعتبر هو أنسب المدارات لأقمار الاتصالات واللي بتعتمد في الالتقاط بتاعها على طبق موجود على الأرض واتجاهه بيكون في ناحية القمر الصناعي، لأن ببساطة لو أقمار الاتصالات موجودة في المدار الأرضي المنخفض مش هنقدر إننا نلقط الإشارة إلا لثواني بس، وبتتنوع الأقمار الصناعية في أحجامها وأشكالها واستخداماتها، لكن المكونات الأساسية بتضمن بطاريات طاقة شمسية وأجهزة استقبال وأجهزة إرسال وأجهزة قياس وتصوير بالإضافة لمحركات تحكم. ومن الأمثلة على استخدامات الأقمار الصناعية هنلاقي عندنا أقمار الأرصاد الجوية واللي بتساعد في رصد حالة الطقس على الأرض وجمع البيانات والقياسات المختلفة للتنبؤ بحالة الطقس، وبيمتاز النوع ده من الأقمار الصناعية بأجهزة استشعار وكاميرات. ومن أهم أنواع الأقمار الصناعية في الفضاء هي أقمار الاتصالات واللي بتعتمد بشكل أساسي على إعادة بث الموجات اللاسلكية اللي جاية ليها، وبتستقبل الإشارات من محطات أرضية وتقوم بتضخيمها وعكسها مرة تانية لمكان مختلف على سطح الأرض، بمعنى أن القمر الصناعي اللي بيستقبل الإشارة دي على تردد معين ويعززها ويقويها ويرجع يرسلها مرة تانية على تردد مختلف، والإشارات دي بتنقل الاتصالات الهاتفية وبيانات النت والبث الإذاعي والتلفزيون. وفي أقمار صناعية عسكرية ولكن دايما بتكون المعلومات عنها قليلة جدا، وغالبا بتعتمد النوعية دي من الأقمار على تطبيقات متعلقة بعملية الاتصالات المشفرة والمراقبة أو التقاط الصور الفوتوغرافية لمنطقة معينة والتصوير بالرادار ورصد تحركات العدو. زمان بقى كان البحارة بيستعينوا بالنجوم للإبحار وكانوا بيستنوا لحظة إنهم يشوفوا الضوء بتاع منارة الإسكندرية. دلوقتي محدش يقدر يركب سفينة من غير نظام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع زي نظام الجي بي إس. نظام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع اللي أساسا صمم على إيد الجيش الأمريكي في سبعينيات القرن اللي فات بقى دلوقتي جزء من حياتنا اليومية، وكمان بقى عنده أنظمة منافسة زي النظام الأوروبي جاليليو. من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها في يومنا وما نعرفش إزاي بتشتغل زي الراديو هو نظام الجي بي إس. بقى دلوقتي موجود النظام ده في تلفوناتنا ومعظم العربيات. طريقة استخدامه بسيطة جدا بس بيعتمد على مجموعة هائلة من المفاهيم العلمية. تخيل نفسك كده ماشي في الشارع، الفكرة كلها معتمدة على حساب المسافة اللي بين تلفونك وبين القمر الصناعي بدقة كبيرة جدا، وكده كده عارفين ان الموجات الكهرومغناطيسية بتنتقل بسرعة بتساوي سرعة الضوء، فعشان كده بتوصل الإشارة اللي بيبعتها القمر الصناعي على بعد آلاف الكيلومترات بسرعة كبيرة جدا، بس اكيد مش على طول، مش في نفس اللحظة يعني، لا هي بتاخد اجزاء من السنة. بص بقى، احنا لو عرفنا وقت التأخر ده بدقة من خلال ساعة ذرية مثلا هنعرف نقيس المسافة بينك وبين القمر الصناعي بدقة. في الحالة دي دلوقتي مثلا هنفرضها ب 22000 كيلومتر، وبمساعدة قمر صناعي واحد هتقدر تعرف انك على بعد دايرة محيطها بيساوي 57500 كيلومتر، بس انت مش هتفهم حاجة. فبمساعدة قمر صناعي تاني هتكون النتائج اللي هنوصل لها احسن، لان انت تبقى واقف على نقطة من النقطتين بتوع التلاقي اللي هما بتوع الدايرتين، وبمساعدة قمر صناعي تالت كده هيخليك تعرف انت فين بالظبط. الفكرة كلها مش معقدة ولا بسيطة، هي مجرد عمليات حسابية بتحصل على شكل واسع. الدنيا اتطورت وتشيز حاجة عظيمة جدا، وقدر الانسان انه يكتشف اكتشاف عظيم هيغير مجرى التاريخ. اكتشف نفسه، والله زي ما بقولك اكتشف نفسه. ومع الوقت توالت الاكتشافات والاختراعات العظيمة اللي غيرت تاريخ البشرية، زي النار اللي اتكلمنا عليها والكهرباء والعربيات والاستيكة او الجمم المنحيتين. بس برضو كان في اختراعات اضرت بالبشرية زي الاسلحة والسموم وبصمة الشغل. من ضمن الاختراعات اللي افادت البشرية هو الهاتف، بس هنتكلم عن الهاتف بتاع دلوقتي. ازاي بقى الهاتف بتاع دلوقتي بيشتغل وبتقدر تسمع صوت اللي بتكلمه من على مسافات بعيدة ومن غير اسلاك؟ تخيل انك رنيت على صاحبك وفتح عليك، بس مش دي المشكلة. المشكلة بقى انك مش سامعه وعمال قارف اللي حواليك الو 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 قال، يعني الو هي اللي هتجيب الاشارة. الو عمر معايا؟ محمد عمر معايا؟ عمر معايا. طب خالك عرفات تعبان في مستشفى من المصريين. خالك عرفات تعبان في مستشفى من المصريين. انا مدير مستشفى من المصريين. مين معايا؟ بقول لك مدير مستشفى من المصريين. بص الموضوع ببساطة، لما بتتكلم في التليفون التليفون بيحول صوتك لإشارات كهربية، وبعدين بيحمل الإشارات الكهربية دي لأمواج ممكن توصل لمسافات بعيدة وطاقتها كبيرة، بعدين تليفون صاحبك يلقط الإشارة دي ويفك الموجة الحاملة عن موجة الصوت وبعدين يسمع صوتك. في بقى طريقتين للكلام ده، طريقه اسمها الاي ام وطريقه اسمها الاف ام. هنبدا بطريقه الاي ام واللي هي الامبليتيود موديوليشن. في الطريقه دي هو بيتحكم في امبليتيود الموجه الناتجه من تركيب موجه الصوت على الموجه الحامله، وبتبقى بالشكل ده. الامبليتيود هو اقصى مسافه ممكن توصل لها الموجه بعيدة عن محورها. في النوع ده من الاتصالات بيستخدم ترددات بتوصل ل 1.6 ميجا هرتز، بس ظهرت شويه عيوب في النظام ده.
زي مثلا ان الامبليتيود بيتغير وبيتاثر بسرعه بالعوامل الخارجيه، يعني ممكن اي شراره كهربيه او اي مجال مغناطيسي ياثر فيه بسهوله. فاخترعوا الطريقه الثانيه الاف ام واللي هي الفريكوانسي موديوليشن، بحيث انه يثبت الامبليتيود بتاع الموجه الناتجه ويغير بس في الفريكوانسي زي تشفير كده، والموجه الناتجه بتكون مكونه من عدد من الترددات، وفي الاف ام ممكن توصل الترددات ل 108 ميجا هرتز. حسب قانون الطاقه للموجات فاي بتساوي اتش في نيو، نيو هو التردد واتش هو ثابت بلانك، يعني كل ما زاد تردد الموجة زادت طاقتها، بالتالي زادت قدرتها على الانتشار. فوجد ان الاف ام بتحافظ على الجودة بتاعت الصوت المنقول ومش بتتغير او بتتأثر بسهولة. تعالى كده نقارن بين موجات الراديو وموجات الصوت بسرعة. اولا من حيث التردد، لو انت هتشتغل على الاف ام مثلا فالتردد بتاعك ممكن يوصل ل 108 ميجا هرتز، ده غير مسموع في حين ان اقصى صوت ممكن تسمعه وهيوجع ودانك اصلا وهو 20000 هرتز، اللي هو يعني 20 كيلو هرتز. الفرق في الطاقة كبير جدا زي ما انت ملاحظ. ثانيا من حيث السرعة، موجات الراديو بتنتقل بسرعة الضوء واللي هي 3.8 متر لكل ثانيه، وموجات الصوت بتنتقل ب 340 متر لكل ثانيه. يعني مثلا لو عايز توصل صوتك لمسافه كيلومتر واحد، لو بتتكلم من غير اشارات الراديو بصوتك بس، كلامك هيوصل بعد 2.94 ثانيه تقريبا، لكن لو استعملت موجات الراديو فصوتك هيوصل في 3 من مليون جزء في الثانيه، يعني يعتبر مليون ضعف سرعه الصوت. اما في الاقمار الصناعيه واللي هنتكلم عنها بعد شويه، احنا بنستخدم الميكروويفز واللي بيوصل ترددها ل 1 جيجا هرتز. تخيل بقى الطاقه بتاعتها عامله ازاي. بس انا عمال احكي لك كل ده وانت مستغربتش من حاجه لحد دلوقتي. مفكرتش في ان ازاي بنركب موجه على موجه، وبعدين الاجهزه تفهم ازاي ان دي موجه حامله ودي موجه الصوت وكده. كمان انت لازم تستغرب من حاجه تانية، الا وهي انك بتسمع موجات الصوت بتبقى ماشيه في الهواء بالشكل ده، وبعدين بتوصل لطبله ودنك فبتترجم عن طريق المخ وانت تفهمه ككلام. فسبحان الله بجد. الصوره اللي قدامنا دي خريطه لكابلات الانترنت اللي ماشيه في البحار والمحيطات بتوصل بلاد العالم ببعضها. دقيقه الانترنت الواحده بيتبعت فيها 156 مليون ايميل، بيترفع فيها 400 ساعه من الفيديوز على يوتيوب، 65000 صوره بتتحط على الانستجرام، و240000 بوست بينزلوا على فيسبوك، و350000 تويته على تويتر، و87000 ساعه مشاهده على نتفليكس. تخيل ان بعد كل ده في حوالي 43% من سكان العالم مش واصل لهم انترنت. يعتبر انا وانت من الناس المحظوظه اللي بقى النت بالنسبه لنا شيء اساسي، لكن مش معظمنا عارف الانترنت بيشتغل ازاي. هحاول بقدر معين اشرح لك اللي بيحصل ورا الكواليس، وبعد كده نبقى نرجع للبدايه. لازم الاول يبقى عندك تصور واقعي لحجم الانترنت دلوقتي. خليني اعرفك ان في حوالي 5 اكس بايتس من المعلومات في اليوم بيتم تداولها على الانترنت. انت عارف يعني ايه 5 اكس بايتس؟ هي الكلمه غريبه شويه ولكن بتعادل 1000 بيتا بايتس. انا والله مش قصدي اخليك تشد في شعرك، بس هي الارقام خياليه. طب بص انا هقول لك، ال1000 بيتا بايتس دول بيعادلوا البليون جيجا بايتس. كفايه. طبعا انت عارف الجيجا بايتس. عارفه ده انا حافظه. صار سيبني بقى اصدمك اكتر عشان انا حاسك كده مش متخيل معايا. عارف ال5 اكس بايتس دول يعني حوالي 40000 فيلم مدته ساعتين في الثانيه من المعلومات. السؤال بقى، الانترنت اللي حوالينا ده بيجي منين وبيشتغل ازاي؟ خلينا نبدا بنفسنا كنقطه بدايه. اللاب او الموبايل اللي انت مشغل منه الفيديو ده وصل له ازاي انترنت؟ الانترنت واصل عن طريق اي اس بي او انترنت سيرفيس بروفايدر، يعني مزود خدمه الانترنت، يعني زي الشركه المصريه الغنيه عن التعريف اللي مش هقول اسمها، وده مش معناه اني مش بحبها ولا حاجه لا سمح الله، ولكن عشان خاطر الراوتر اللي في بيتنا. المهم الانترنت بيبقى واصل للراوتر بتاعك، والراوتر طالع منه كابل، في الاخر الكابل ده واصل لمزود الخدمه، والكابل ده ينحاس يا فايبر اوبتكس. الفرق ان الكابل النحاس الداتا تمشي فيه عن طريق الاشارات الكهربائيه، اما كابل الفايبر اوبتكس فهو معمول من ازاز بتخن الشعرايه، حاجه كده رفيعه جدا، والداتا تمشي فيه عن طريق الضوء، وطبعا ده اسرع بكتير من كابلات النحاس. بالنسبه للموبايل بقى فالداتا بتنتقل عن طريق موجات الراديو، الموجات دي طبعا كهرومغناطيسيه، وبتوصل لبرج الاتصالات، وبرج الاتصالات ده برده في الاخر واصل بكابل لمزود خدمه الانترنت. وافتكر ان الداتا في الاخر عباره عن بيتس، اصفار ووحايد اللي عمالين نشرحها من اول الفيديو. بالنسبه بقى لموجات الراديو فاللعب بيبقى في التردد او الساعه. دلوقتي انت فهمت ازاي وصل لك انترنت مزود الخدمه. بتاع الانترنت ده بقى وصل له انترنت ازاي؟ الحقيقه ان هو كمان جايب انترنت من اي اس بي او مزود خدمه تاني. الفكره ان مفيش جهاز او مكان واحد اقدر اقول لك ان ده مركز الانترنت للعالم. طب ازاي مع كل الاجهزه وكل الوصلات دي الداتا بتنتقل بشكل سليم من المكان الصحيح وبتوصل بشكل صحيح؟ يعني ايه اللي يضمن لك ان الرساله اللي بتبعتها لصاحبك وبتكون شاتمه فيها ما توصلش لوالدك؟ بص الفكره مشابهه جدا لموضوع البريد. لما نكون عايزين نبعت جواب، الجواب بيطلع من عندي ويعدي على مكتب البريد، والمكتب بيوصله للعنوان الصحيح. المهم هنا ان كل جهه بترسل وتستقبل ليها عنوان محدد فريد من نوعه، وده اللي بيمنع حصول اي لخبطه. نفس الفكره بقى للانترنت. هقولك ازاي.
مزود الخدمة الاي اس بي لما بتشترك معاه بيعين ليك عنوان معين، العنوان ده اسمه الاي بي ادرس. العنوان ده ليك بس وخاص بالمكان اللي انت واخد منه شبكة الانترنت. شبكة الانترنت اللي هي عبارة عن عناوين تانية زيك بالظبط، فبالتالي عنوان جهازك الحالي لللاب او الموبايل اللي انت داخل منه على الانترنت معتمد بشكل اساسي على المكان اللي انت فيه دلوقتي، في البيت غير الكافيه غير لما تسافر بلد تانية مثلا. كده فهمنا ان كل جهاز ليه عنوان عشان ما يحصلش لخبطة. ازاي بقى ببعت حاجه وبستقبل حاجه؟ خلينا نتخيل ان انا دلوقتي عايز اجيب صوره من جوجل. اللي بيحصل هنا ان انا بفتح جوجل وبكتب عنوان الويب سايت. الحقيقه بقى اللي بيحصل ان انا بكتب عنوان الاي بي ادرس بتاع جوجل، بس انا مش واخد بالي عشان في حاجه اسمها دي ان اس، اختصار لدومين نيم سيرفر. تقريبا الدي ان اس دي برضو بتاخده من مزود الخدمه زي الاي بي ادرس. فكره الدي ان اس ده انه عامل زي القاموس كده او دليل التليفون وعنده كل الاي بي ادرس واسامي المواقع المرادفه ليها. انا كان ممكن ادخل على المتصفح وبدل ما اكتب google.com اكتب الاي بي ادرس بتاع جوجل وكان هيفتح لي نفس الصفحه في الاخر، ولكن تخيل كده ان بدل ما المفروض نحفظ اسم المواقع زي جوجل وفيسبوك وتويتر والكلام ده، انا هحفظ ارقام، الارقام المعقده بتاعت الاي بي اللي هي كتير جدا، فمستحيل ان انا اقدر احفظ كل الارقام دي. عشان كده الدي ان اس موجود عشان يسهل عليا العمليه دي. بعد ما خلاص نجحنا في الدخول على الموقع او على الاي بي ادرس، بنكتب على جوجل سيرش اسم الايمج او الصوره اللي احنا عايزينها وبنضغط سيرش. خلف الكواليس بقى احنا بنبعت حاجه اسمها ريكويست للسيرفر، طلب من الاي بي ادرس بتاعي للاي بي ادرس بتاع جوجل ومعاه رساله معينه. في الاخر السيرفر اللي عليه موقع جوجل ده هو برضو جهاز كمبيوتر وليه الاي بي ادرس بتاعه، اقدر اتواصل معاه لانه موجود على شبكه الانترنت، ونفس الموضوع بالنسبه لاي موقع تاني، او مش بس موقع زي ما قلنا، بالنسبه لاي جهاز كمبيوتر تاني عنده الاي بي ادرس. الطلب بقى او الريكويست اللي انا بعته للسيرفر ده بيتبعت في شكل حاجه اسمها باكيت. الباكت دي تخيل انها رسالة زي رسالة البريد كده، ولكن جواها شوية معلومات مهمة. اهم معلومتين في المعلومات دي هو العنوان اللي انا ببعت منه الرسالة والعنوان اللي انا عايز الرسالة توصل له. الرسالة دي بتطلع بقى من الكمبيوتر بتاعي، تخش في الراوتر على مزود الخدمة، يقعد يمررها بين اجهزة الكمبيوتر او العناوين التانية اللي هي الاي بي ادرس لحد ما توصل للاي بي ادرس اللي انا عايز اوصل له الرسالة. على فكرة انت ممكن تشوف ده بنفسك لو فتحت التيرمينال وعملت تريس للريكوست او متابعة للرسالة وتشوف الطريق اللي مشيت فيه او العناوين اللي عادت من خلالها عشان تاخد فكرة عن اللي انا بتكلم عليه. بعد ما الرسالة بتوصل للسيرفر بنجاح بيبتدي يفتحها ويلاقي مكتوب لو سمحت انا بدور على الصورة الفلانية، فيبتدي يرد عليا ويبعت لي حاجة اسمها ريسبونس. الصورة عامة بتبقى كبيرة مش زي التكست او الكلام، فالسيرفر بيبتدي يقسمها او يبعتها على كذا باكت مش باكت واحدة بس. طبعا زي ما قلنا ان كل باكت فيها معلومات كتير، ولكن اهم المعلومات دي الباكت طالعة منين ورايحة لفين وايه التسلسل اللي هتتجمع بيه لما توصل للمكان الصحيح. التسلسل الصحيح ده مهم جدا، يعني طبعا ما ينفعش ترفع صورتك على انستجرام فتلاقي مناخيرك مكان بقك والحاجات الغريبة دي، واكيد اللي انا قلته ده بيحصل بسرعة جدا، احنا مش بناخد بالنا منه اصلا الا لو النت بتاعنا ضعيف، واكيد مصر كلها بتاخد بالها، لان طبعا كل ما برسل حاجة زي صورة او فيديو او كل ما الحجم بتاع الحاجة بيزيد الحمل بيزيد، فبحتاج ان سرعة النت بتاعي تبقى افضل. فأقرب مثلا اليوتيوب، فيديو لما بيقف في النص بيبقى ما عندوش السرعة الكافية اللي تخليه يستقبل الباكتس بالسرعة اللي تخلي الفيديو ماشي من غير ما يقف في النص. فمن موقعي هذا بطالب بانترنت غير محدود في مصر، واحب اقول لمسؤولي خدمة الاتصالات في مصر مش من اللباقة اننا نحدد الباقة. الصورة اللي من جوجل اللي عملنا عليها مثال او الفيديو او التكست او اي حاجة تتبعت على النت، فهي في الاخر عبارة عن داتا، عبارة عن بيتس، اصفار ووحايد. الاصفار والوحايد دي بقى بتتبعت جوه الباكتس ومن خلال الريسبونس والريكوست اللي اتكلمنا عليها. كده ان شاء الله فهمنا نقطتين مهمين جدا، هما حجم الانترنت الحالي وازاي الانترنت بيشتغل، وفي الواقع الانترنت ما كانش طول عمره بيشتغل بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي ده. فجامعات بقى اقول لك ازاي الانترنت بدا ومين اللي اخترعه ووصله لشكله الحالي ده وايه مراحل التطور اللي مر عليه. 1957 اطلق الاتحاد السوفيتي اول قمر صناعي من صنع الانسان وكان اسمه سبوتنيك، والامريكان لما ده حصل اتجننوا، خصوصا ان الوقت ده كانت الحرب البارده في اعلى مستوياتها. رئيس امريكا ساعتها كان اسمه دوايت وقرر انشاء وكاله المشاريع البحثيه المتقدمه Advanced Research Projects Agency المعروفه سابقا باربا وحاليا بضربة. شايف الفرق قد ايه؟ الوكاله دي بقى مسؤوله عن تطوير التكنولوجيات اللي بيستخدمها الجيش الامريكي عشان هم يطوروا واحنا نتحد. تاسيس اربا كان في سنه 1958 وكان هدفه الاساسي اعطاء امريكا افضليه متقدمه عن باقي الدول في التكنولوجيا، وكان تركيزهم جامد في حته الكمبيوتر ساينس.
طبعا انت عرفت شكل الكمبيوتر زمان كان عامل ازاي. سنة 1969 كان في 4 جامعات بس في امريكا هما اللي فيهم كمبيوترز. الجامعات دي بقى كانت بتشتغل في ابحاث لخدمة اربا. في نفس السنة قالوا لك لا احنا ما يقولش معنا الكلام ده، يرديك روسيا تاكل وشنا. فقرروا يرسلوا اول رسالة من كمبيوتر في جامعة USA في كاليفورنيا لكمبيوتر في جامعة ستانفورد. المضحك بقى في الموضوع ان الرسالة اللي هما قرروا يبعتوها دي كانت عبارة عن تكست بسيط جدا، كلمة لوجن، كلمة بتتكون من 5 حروف، ومع ذلك الرسالة ما وصلش منها غير حرفين بس، ال L وال O. بعديها بسنتين سنة 1971 تم ارسال اول ايميل عن طريق جامعة MIT، وكانت اول مرة تستخدم علامة الاد اللي احنا عارفينها دي عشان تعمل زي منشن لحد. بعدها بسنتين كمان في 1973 المهندسين بدأت تفكر في طرق معينة لتوصيل الاجهزة داخل الاربانت غير خطوط التليفون بقى. احدى الطرق دي كانت ارسال الباكتس عن طريق موجات الراديو واجهزة الارسال والاستقبال اللاسلكي. ساعتها المهندس روبرت كان شغال على مشروع لارسال الباكتس عن طريق شبكات الساتلايت او القمر الصناعي. في نفس الوقت ده بدأ فكرة مشروع شبكات الراديو. ده خلاه يفكر ويستوعب كده ان مع وجود كم الشبكات المختلفة دي كل شبكة بتشتغل بطريقة معينة، مش هعرف ان انا بسهولة بعد كده لو عايز اوصلهم مع بعض عشان يتواصلوا. فقرر انه لازم يعمل سلسلة موحدة من البروتوكولات اللي مهما كان اختلاف الشبكات تقدر ساعتها تتواصل مع بعض. ودخل ساعتها معاه المهندس فينتن سيرف عشان ينضم له سنة 1973 ويبداوا يشتغلوا مع بعض على البروتوكولات اللي احنا دلوقتي حاليا شغالين بيها اللي هي TCP/IP. وفي سنة 1977 نجحوا ان هم يوصلوا شبكة الاربا نت بشبكة الساتلايت او الاقمار الصناعية سات نت، وبشبكة الراديو بي ار نت، وسموا بقى التواصل بتاع الشبكات ده بانتر نتوركين، واختصارها الانترنت يعني الشبكات المتداخلة. وبدأت تنضم لهم شبكات تانية زي اليوز نت والبيت نت. وخلال فترة الثمانينات ابتدى يحصل تطور كبير والشبكة حجمها يكبر اكتر، ولكن الحدث الاكبر اللي غير شكل النت من مجرد كلام كده موجود وخلاص على التيرمينال للشكل اللي احنا نعرفه حاليا هو اختراع تيم بيرنرز لي للورلد وايد ويب الWWW في سنة 1990. ناس كتير كانت فاكراه هو اللي اخترع النت، لكن طبعا ده مش صحيح. هو تيم عمل ثورة في مجال الانترنت وغير استخدامنا وفكرنا للانترنت. تيم بقى كان شغال منظمة اسمها سيرن واطلق اول صفحة ويب في سنة 1993. بعدها منظمة سيرن شافت الفايدة من الاختراع ده وفتحوه للعامة. في نفس السنة جاء اول براوزر باسم نتسكيب، والمنافس الوحيد ليه كان انترنت اكسبلورر، وكان اول مرة ينزل في ويندوز 95 في شركة مايكروسوفت. المهم بقت شركة مايكروسوفت هي المستحوذة على السوق وتقريبا ما فيش غيرها، وما كانش لسه بقى في حاجة اسمها فايرفوكس وجوجل كروم. وفي سنة 1996 بقى في استخدامات للعامة وكانت السرعة 56 كيلو بايت. عارف يعني ايه؟ يعني الجيجا اللي احنا ممكن ننزلها دلوقتي في 30 ثانية، طبعا الكلام ده حسب سرعة النت، كانت ساعتها عشان تنزل بتاخد 3 ايام ونص، وده من غير مبالغة على فكرة. طبعا من ساعتها ولحد دلوقتي الموضوع بدأ يتطور بشكل سريع، ودلوقتي جت شبكة 4G وبعد كده 5G. وعلى فكرة 5G ده لو اتعمل له implementation في حتت كتير ممكن يغير شكل العالم، بس فكرته معقدة شوية. غير كده عندنا شركات تانية زي ستار لينك بتاعت ايلون ماسك وشركات مملوكة لجوجل وامازون بيعملوا انترنت عن طريق الساتلايتس. الحقيقة ان القصة فيها تفاصيل كتير ممكن تتحكى في ساعات، بس انا حاولت الخص يعني الموضوع على قد ما اقدر. المفروض يعني ان كل التفاصيل اللي في الفيديو دي متلخصة، ده المفروض يعني. من حوالي 55 سنة كده كان في مهندس ورجل أعمال من أحد مؤسسي شركة انتل. المهندس ده هو جوردن مور. مور بقى قال إن قدرة الكمبيوترات الحسابية هتتضاعف كل 18 شهر، وقال إن حجمها هيقل للنص وسعرها كمان هيقل للنص. أنت متخيل اللي هو بيقوله ده؟ على حسب كلامه إن الكمبيوترات بعد سنتين من أيامه يعني هتبقى أقوى وأصغر وأرخص الضعف. ممكن أول شهر ما نحسش بفرق كبير قوي، بس 18 شهر ورا 18 شهر ورا 18 شهر الفرق ده هيبقى مهول. والكلام ده تعرف بمورز لو سنة 1965. بص، قدرة الكمبيوترات الحسابية قايمة على وجود ما يسمى البروسيسور، والبروسيسورز هي المسؤولة عن معالجة البيانات وبتكون على شكل تشيبس. جوه التشيبس دي أجهزة صغيرة اسمها ايه؟ أقول بقى ولا أنت تقول؟ جدع، اسمها ترانزستورز. ايه الشطارة دي بس؟ ده أنت تيجي تشرح مكاني. خلاص بقى أنت عرفت إن الكمبيوتر بيقرا كل حاجة على شكل باينري اللي هي وحيد وصفار، وعرفت أنت القصة بتاعت أون وأوف. فالمهم البروسيسور الواحد بيبقى شايل آلاف من الترانزستورز. عندك مثلا أول جهاز كمبيوتر شخصي عملته IBM كان البروسيسور بتاعه شايل 2300 ترانزستورز. وزي ما قلت لك ان مع الوقت المهندسين نجحوا في تصغير الترانزستور. الروش بقى انت لو عندك مساحه معينه فانت تقدر تحط فيها ترانزستورز اكتر، وده معناه انك تقدر تعمل بروسيسورز بنفس الحجم بتاعك بس ليها اضعاف القوى الحسابيه. ووصل حجم الترانزستور النهارده ل 7 و5 نانو، وفي خطط انه يوصل ل 3 او 2 نانو في سنتين. بس في مشكله.
مع تصغير حجم الترانزستور في حاجتين بيحصلوا. الاولى ان في حراره اكتر بيتم توليدها من الترانزستور، لان لما تحط ملايين او مليارات من الترانزستورز في مساحه بتتقاس بالمليمتر، فانت دلوقتي في خطر ان الحراره اللي بيطلعوها تسيح لك التشيب نفسها. فكانت الحلول اللي اعتمدت عليها بعض الشركات هي انها بدل ما تعتمد على بروسيسور واحد، لا تعمل شله من البروسيسورز وتخليهم يشتغلوا اكنهم بروسيسور واحد. البروسيسورز الصغيره دي بقى اسمها كورز، وكل ما عدد الكورز زاد السرعه تزيد، وشركات زي انتل و AMD بيتنافسوا بقوه في عدد الكورز. في حلول تانيه ظهرت برضو، زي اننا بدل ما نحط ترانزستورز لاصقين جنب بعض على نفس التشيب، لا احنا نخليهم في ادوار زي فكره العماير كده. يجي لي بقى محنك ويقول لي طب لو احنا عرفنا نحل مشكله الحراره هنعرف نصغر الترانزستور براحتنا؟ هقول لك لا برضو، انا بصراحه معرفش ليه او اعرف ليه، فانا بصراحه عايز اخلص عليك، بس هقول لك ليه. انت عرفت ان الترانزستورز بتكون مصنوعه من ذرات سيليكون، لما تقلل حجم الترانزستور قوي وتخليه مكون من عدد اقل من الذرات، انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل مصيبه. انت كده بتبدا تخش في عالم الكوانتم ميكانكس. انت كده يا معلم خرجت من الفيزياء الكلاسيكيه ودخلت في الفيزياء الكميه، يعني اكنك كنت بترفرف بخمسات ومطلوب منك دلوقتي تشيل بجرام. خد بالك عالم الكوانتم ميكانكس ده غدار جدا. انت هنا بتتعامل مع احتمالات، ما تكونش عارف بقى الترانزستور شايل واحد ولا زيرو، هو نفسه ما يعرفش ده، وده اكيد ما ينفعش نعتمد عليه خالص في كمبيوتراتنا. نفس المحنك اللي من شويه يجي ويقول لي يعني انا لو في العالم الكمي وابويا سالني انت شلت الماده، اقول له ممكن اكون شلت وممكن اكون ما شلتش، ساعتها هيكون واخدك من افاك ورايح بيك على الفيزياء الكلاسيكيه ويطبق عليك قانون نيوتن الثابت لكل فعل رد فعل. في ناس كانت بتفكر ان الكوانتم ميكانكس عائق قدام تطور الكمبيوتر، وفي ناس كانت بتفكر ان الكوانتم ميكانكس هتكون واحده من اهم الدوافع لينا في الهندسه. فخلينا نشوف احنا ممكن نبص على انها تبقى حليفه لينا وتسرع كمبيوتراتنا اسرع واسرع وتحولها لكوانتم كمبيوتر، للكمبيوتر الكامل. قبل ما ندخل في عالم الكوانتم خلينا نسال سؤال، هو احنا ليه محتاجين ندخل اصلا؟ ليه ما نقفش عند سرعات الكمبيوتر المتاحه لينا دلوقتي وخلاص؟ ده سؤال حلو. تخيل دلوقتي انت بتلعب فيفا 22 وافتكر معايا فيفا 98 اللي كانت بتتلعب بالماوس، هتلاقي بقى ان الفروق بينهم كتير. انت لو قارنت بين جوده الصور في اللعبتين هتلاقي ان فيفا 22 فيها عدد تفاصيل مهوله، وعدد التفاصيل بيساوي عدد العمليات الحسابيه اللي بيعملها الكمبيوتر. فلو افترضنا انت بتلعب على جهاز كور اي 7 او اي ام دي رايزن 7 بروسيسور اللي بيعملوا لهم حوالي 3.5 مليار عمليه حسابيه في الثانيه، لو طلبت من البروسيسور ده انه يشغل لك اللعبه واخد 10 ثواني يحمل فيهم اللعبه، فهو في خلال ال 10 ثواني دول عمل لك حوالي 35 مليار عمليه حسابيه. تخيل بقى انت في سنه 1981 وبتستعمل الاي بي ام 5150 اول كمبيوتر شخصي، البروسيسور بتاعه كان يقدر يعمل كام عمليه حسابيه في الثانيه؟ 5 مليون بس. يعني اللي كمبيوتر اي 7 عمله في 10 ثواني الاي بي ام 5150 كان هيعمله في حوالي ساعتين. طبعا كل الارقام دي تقريبيه، والجيمز وانتاج الصور عامه بتتوقف على عوامل ثانيه زي كروت الجرافيكس اللي هي الجي بي يو. يجي لي نفس المحنك هو هو ويقول لي احنا ندخل عالم الكوانتم ليه برضه؟ وانا بعرف العب فيفا على الاجهزه العاديه. لا حبيبي الكمبيوتر مش للعب بس، امال ايه؟ للتامل؟ لا للخفه والظرافه. الكمبيوتر مثلا بيساعدنا في التنبؤ بحاله الطقس بكره، عشان يعمل محاكاه للعوامل اللي بتتحكم في حاله الجو، فبيعمل حسبته بقى ويقول لك النتائج. فانت لو ما عندكش السرعه الكافيه هتطلع لك النتائج بعدها بثلاث ايام مثلا، تكون انت لبست حرفيا لبست، وتقعد تقول اوي يا ريتني كنت تقلت. انا بموت يا فخري. تخيل بقى ان موضوع التنبؤ بالجو ده حاجه بسيطه نسبيا، انما بقى لو عايز تعمل محاكاه فيزيائيه للكون هتعمل ايه؟ السؤال ده ساله عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فاينمان. هل نقدر نحاكي الفيزياء على الكمبيوتر، او نخلي الكمبيوتر بتاعنا يعمل لنا سيميوليشن للكون بكل القوانين الفيزيائيه بحيث ما يكونش في فرق بين القوانين اللي في الواقع الافتراضي ده والواقع الحقيقي بتاعنا؟ وكانت اجابته على السؤال ده يس بات سام تايمز ما يمشيش. لا نو، يعني الكمبيوتر التقليدي بتاعنا يقدر يحاكي الفيزياء، بس اول ما تنزل في حجم الحاجات الصغيره وتخش بقى في عالم الذرات والجزيئات الصغيره، الكمبيوتر بتاعك بقى يقول لك كمل انت يا صاحبي مع نفسك. يا لهوي يا جماعه، هو في ضرب كده؟ نحن ولا منكم في العراق ولا قوم اقف يلا وما تسيبش. وانا قاعد في حيره عشان اقف يا باشا. في الاخر الكمبيوتر بيعطل تماما، لان انت مجرد دخولك لعوامل الذرات بتكون دخلت في منطقه الكوانتم، ودي بقى منطقه مش تمام محتاجه فيزا وتاشيره. تدخل دايرتنا تحت الفيزا وتاشيره، عشان تدخل دايرتنا تحت الفيزا وتاشيره.
الفكر المحنك اللي كان من شويه ده هيجي ويقول لي يعني الكمبيوتر يقدر يروح الفضاء ومش قادر يحاكي شويه ذرات مش مرئيه؟ الذرات اللي انت مستهون بيها دي هي انظمه معقده الليفل الوحش. اكشلي الوحش هو اللي معقد ليفل الذرات. مثلا لو عندك عنصر السليوم، لو قعدت كده وحاولت تكتب كل حاله ذره السليوم بتكون عليها هي والكتروناتها، هتحتاج حوالي 20 تريليون سنه، اللي هو يعني 1000 مره عمر الكون. دول 50 جنيه بشارك فيهم في ثمن النيزك اللي هنشتريه وندمر بيه كوكب الارض بسبب الفيزياء الكميه. لو جربت تعمل محاكاه للعنصر ده على الكمبيوتر، فيا دوب يعني هتحتاج تشتري انتاج انتل كلها من بروسيسورز لمده 1.5 مليون سنه. والموضوع ده شاكب راكب بالمصنعيه، بدخان الرجاله، بالشاي، هيكلفك يا سيدي هيبقى 590 تريليون دولار بس، وانا بحسب لاخويا على فكره مش لحد غريب. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب الانبي، عيب الكلام ده. يضحك ايه يا فين 15 جنيه اللي عليه؟ المشكله دي ما كانتش جديده، وفاين مان مش اول حد يفكر فيها، والحل اللي هو وصل له بيقول ان احنا عشان نحاكي عوالم الكوانتم محتاجين نستخدم الكوانتم، وان احسن وسيله نمثل بيها الذرات هي اننا نستخدم الذرات نفسها. فاهم حاجه؟ لا ولا انا برضه. دول 100 جنيه بشارك فيهم في ثمن النيزك اللي هنشتريه وندمر بيه كوكب الارض بسبب الفيزياء الكميه. طبعا انت هتقول لي ازاي الكلام ده؟ هقول لك، الكمبيوتر التقليدي اللي اتكلمنا عنه قبل كده 500 مره مبني زي ما قلت لك على بيتس، وانت عارف ان البيت يا بتاخد 0 يا بتاخد 1 وبنمثلها بترانزستوراي. اختراع فاين مان بقى بيمشينا في عالم مختلف خالص. عشان نعمل كوانتم كمبيوتر هنشيل البيت ونحط مكانها كوانتم بيت بيسموها بالكيوبيت، والكيوبيت هي اي حاجه بتخضع لقوانين الكوانتم فيزيكس، ذره او فوتون عادي، المهم انه يبقى جزيء صغير لدرجه ان قوانين الكوانتم تشتغل عليه. الكيوبيت ممكن تبقى زي البيت عادي، بس شوف الحته دي بقى، شوف الحته دي، الكيوبيت تقدر تشيل 1 و0 في نفس الوقت ولكن باحتمالات مختلفه. كل 200 جنيه بشارك فيهم في ثمن النيزك اللي هنشتريه وندمر بيه الكوكب الارض بسبب الفيزياء الكميه. يعني بص، هي ولا 1% ولا 0%، هي مزيج من الاحتمالات. الظاهره دي بيسميها علماء الفيزياء بالسوبر بوزيشن، والكيوبيت لما يبقى في السوبر بوزيشن بيكون في مزيج من الاحتمالات في الحالتين. عشان تقدر تتصور اللي بيجرى احسن، تخيل نفسك جبت كوين ورميته في الهواء. الكوين هتقعد تلف حوالين نفسها، واثناء دورانها هي مش ملك ولا كتابه، هي بتبقى مزيج من الاثنين، بس اول ما تمسكها وتبص عليها هتكون يا اما ملك او كتابه. حضرتك بتقول ايه؟ انا عارف والله ان الظاهره دي غريبه عليك وعليا انا كمان. ظاهرة السوبر بوزيشن من أهم أساسيات الكوانتم ميكانكس، وفي الحقيقة برمجة الكمبيوتر العادي أسهل بكتير من برمجة الكوانتم كمبيوتر، لأن برمجة الكوانتم كمبيوتر مش بس بتتطلب إنك تكتب كود وبيطلع لك النتيجة اللي أنت عايزها وخلاص، دي بتتطلب إنك تضمن النتيجة اللي أنت عايزها هتكون النتيجة اللي ليها أكبر احتمالية. يعني أنت مثلا محتاج تضمن إن النتيجة اللي أنت عايزها تظهر لك هتكون 95%، فتبقى مطمن إن النتيجة اللي هتظهر دي هي الصح، وطبعا دي حاجة صعبة جدا، لأن بيتطلب منك إنك تزود احتمالية حاجة أنت أصلا مش عارفها. ما احنا أصلا عاملين كل ده ليه؟ عشان نعرف النتيجة المعينة دي هتبقى إيه؟ إزاي بقى هنزود احتمالية حدوثها وإحنا أصلا مش عارفينها؟ ده شيك على بياض بقى، مش هقدر أساعد أكتر من كده. على الرغم فعلا من إن ظاهرة السوبر بوزيشن بتخلي التعامل مع الكوانتم كمبيوتر وبرمجته عشان يعمل حاجة إحنا عايزينها أصعب، إلا إنها بتديله القدرة إنه يعمل العمليات الحسابية بشكل أسرع بكتير من الكمبيوتر العادي. تخيل مثلا قدامك خزنة باسورد وعايز تفتح الخزنة دي، والباسورد بتاع الخزنة دي مكون مثلا من 4 أرقام، كل رقم يا اما 0 يا اما 1. لو انت ناسي الباسورد وقررت تحاول تقتحمها فقدامك حلين، يا اما تقعد تهبد لاي 4 أرقام عشوائيه ويا صابت يا ثابت، يا تمشيها واحده واحده تجرب في الاول 4 أصفار وبعدين 3 أصفار وواحد وبعدين 0 1 0 وبعدين 0 2 وهكذا، تفضل تبدل 16 مره ومره فيهم هتوصل اكيد للباسورد الحقيقي. اللي الكيوبيتس بقى تقدر تعمله بحيث انها والله شايله 1 و0 في نفس الوقت، تقدر تطلع لك النتيجه بتاعت كونها 1 وكونها 0 في نفس الوقت. يعني انت لو عايز تفتح الخزنه دي كل اللي انت محتاجه انك تبعت لها كيوبيتس، ودول اللي شايلين ال 16 باسورد الممكنين كلهم في نفس الوقت. اللي هيحصل لو انت مبرمج الكوانتم كمبيوتر صح ان الخزنه دي هتفتح، ومبروك عليك يا معلم. الكيوبيتس بتجرب الاحتمالات كلها في نفس الوقت، فانت كده قدرت تفتح الخزنة في خطوة واحدة بس. احنا دلوقتي مش هنتكلم عن الماهية الفيزيائية، امال هنتكلم عن ايه؟ مالكش دعوة، مالكش دعوة. لا عزيزي بهزر معاك، ليك دعوة طبعا، تقفش بسرعة انت. السوبر بوزيشن مع ظاهرة تانية اسمها الكوانتم انتنجلمنت
أو التشابك الكمي بيدوا الكوانتم كمبيوتر مقدرة أعلى من الكمبيوتر العادي في تخزين ومعالجة الداتا، لأن لو الكمبيوتر العادي بيمشي في طرق واحد وبعديه التاني فالكمبيوتر الكوانتم بقى هيمشي فيهم كلهم في نفس الوقت ويديك نتيجة على طول. وعشان كده الشركات داخلة في سباق عنيف بينها على مين فيهم هيقدر يحقق الكوانتم سوبرامسي. المصطلح ده يعني يتصنع كوانتم كمبيوتر بيقدر بسرعة إنه يحل مسألة أجمد سوبر كمبيوتر نعرفه دلوقتي هياخد 10 سنين عشان يحلها. وهو ده بقى اللي عملته جوجل سنة 2019 لما اعلنت انها خلاص وصلت للكوانتم سوبرامس، وان الجهاز ده سايكومور قدر ان هو يحل مسألة رياضية اقوى سوبر كمبيوتر عشان يحلها محتاج 10,000 سنة. نشرت جوجل ورقة بحثية عن الموضوع ده. السوبر كمبيوتر اللي جوجل اعلنت هزيمته لما عملت الكوانتم كمبيوتر بتاعها هو صامت بتاع اي بي ام. اي بي ام بقى تسكت والناس تاكل وشها؟ لا والله لا، ما يصح. تعلن اي بي ام ان النظام بتاعها قوي 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 وسريع قوي قوي قوي، وان مفيش 10,000 سنه ولا حاجه، ومش ابننا يعني اللي يتقال له 10,000 سنه عشان يحل مساله. الكمبيوتر ادوله المساله وعرف يحلها في يومين ونص. شفت؟ ظلمناه اهو. ومش عايزين الكوانتم كمبيوتر بتاع جوجل. اي بي ام بقى ما عملتش ده لله ولا الوطن ولا حتى غير على الامانه العلميه، لا هي بس عشان واحده من منافسين جوجل في مجال الكوانتم كمبيوتنج. اي بي ام دخلت بتقولها في مجال الكوانتم في 2016 وعملت مشروع اي بي ام كيو اكسبيرينس، وكمان عملت مكتبه كيسكت بلغه بايثون عشان اي حد يقدر من خلالها يبرمج الكمبيوتر بتاعها. مايكروسوفت بقى تشوف الكلام ده كله تقوم ساكتة؟ يرضيك الناس تاكل وشها؟ من المعروف ان مايكروسوفت هي اللي اخترعت لغة البرمجة الشهيرة او لغة الكيو عشان تبقى دي لغة برمجة الكوانتم كمبيوتر وتنافس كيسكت بتاعت اي بي ام. الموضوع حرب تكسير عظام بين الشركات الكبيرة، غير جوجل واي بي ام ومايكروسوفت وانتل كمان دخلت في الموضوع، ومعاها اتش بي وعلي بابا وبيدو دايسين كمان. والحرب مش دايرة بين الشركات العملاقة دي وبس، حتى الستارت ابس عايزه يبقى ليها قواعد على خريطه الكوانتم. في مقال منشور في موقع نيتشر بيقدر حجم التمويل اللي جال للشركات دي بحوالي 450 مليون دولار، كله طبعا عايز يبقى ليه الرياده. ده مش بس الشركات، ده حتى الدول امريكا والصين داخلين مع بعض في سباق على مين هيوصل للكوانتم سوبرمسي الاول. موقع ساينتفك امريكان بيقدر ان كل واحد فيهم بيصرف حوالي 100 مليون دولار كل سنه على الكوانتم كومبيوتنج. ده زي سباق امريكا مع روسيا في القرن العشرين على اكتشاف الفضاء. السباق بقى بين امريكا والصين مش قايم على الارباح بس، لا دي مساله امن قومي. وحينما نتحدث عن الكوانتم كمبيوتر لا تحدثني عن حقوق عين شمس. انا بفك معاك يا عم، ده الكلام كله معقد والله، ولا انا ولا انت ولا اي حد في العالم فاهم الموضوع. هو زي ما فاينمان كان بيقول shut up and calculate، ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. الدول اللي هتوصل لتصنيع الكوانتم كمبيوتر يكون قوي كفاية بحيث ان حاجة اسمها الالجوريزم شور يشتغل عليه وتقدر تكسر الشفرة بتاعت النت، واي دولة تقدر تكسر شفرة النت هي كده تقدر تجيب اي داتا هي عايزاها عن اي كيان هي عايزاه. انت بتفكر في ايه يا حسن؟ مش عارف. اللي بيحصل دلوقتي شبيه قوي مع اللي كان بيحصل في بدايات الكمبيوتر اللي كان الحافز الاساسي لاختراع في الحرب العالميه الثانيه كسر شفره العدو، وزي ما يكون التاريخ بيعيد نفسه. اعتقد ان كل الكلام اللي قلته لك عن الكوانتم كمبيوتر ده حمسك، وتلاقيك بتتخيل ان كلها كام سنه وهتقعد تلعب بيس على كوانتم كمبيوتر، هتجيبه مستعمل من سوق كمبيوترات سموحه في اسكندريه او شارع عبد العزيز في القاهره. اهو انت دايما كده متسرع متسرع وهون، لاننا عشان نوصل لكل ده محتاجين جهاز كوانتم كمبيوتر محنده كده في بتاع مليون كيوبت. وطبعا هتقولي وماله يعني مش قصه. يؤسفني اقول لك ان بعد كل الحزق اللي الشركات والدول عماله تحزقه في اكبر كوانتم كمبيوتر قدرنا نخترعه في 54 كيوبت بس. وعشان نوصل من 54 كيوبت لمليون كيوبت محتاجين حوالي 30 سنه. انا حاسس اني احبطت. احبطك تاني والله. هتقول ايه؟ احنا ممكن ما نوصلش لمليون كيوبت حتى بعد 30 سنة، لان زي ما الكوانتم ميكانيكس بتدي الكوانتم كمبيوتر قدراته الجبارة دي فهي برضو بتخلي تصنيعه شيء صعب ليفل الوحش. بص، كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ده غير اللي انا قلته واللي لسه هقوله، ان عالم الكمبيوترات مش قاعد ساكت، ومش من ناحية الكوانتم كمبيوتر بس، ولكن لاننا في عصر التكنولوجيا ولان العالم اصبح نجع صغير في علماء بيحاولوا يعملوا الموليكيولر كمبيوتر، كمبيوتر بيستعمل مركبات كيميائية بدل الترانزستورز، وفي الاوبتيكال كمبيوتر وده كمبيوتر بيستعمل الضوء بدل الكهرباء، وفي كمان النيورو كمبيوتر وده بيستعملوا فيه خلايا عصبية حقيقية، يعني اللي هو بدل ما نعمل حاجة بتفكر زي المخ لا هات لنا يا ابني المخ ده ذات نفسه ونشوف بيقول ايه. طبيعي ولا ايه؟ هل حاجة من دي في يوم من الايام هتهز العالم بتاعنا زي ما الترانزستور عمل من 70 سنة؟ كل دي مجرد احتمالات واسئلة ملهاش اجابة، المستقبل بس هو اللي هيقدر يجاوبنا عليها. ولو بتشوف الفيديو ده بعدين من خلال كوانتم كمبيوتر ابقى اكتب انك بتشوفه من كوانتم كمبيوتر وابقى ادعيلي، احتمال ما كنش موجود.
محتاجين على الاقل 30 سنة. 30 سنة هبقى فين يا ربي؟ ومن دلوقتي احب ابشرك اننا خلاص خلصنا. ده نموذج عملي للتلغراف اللي كنا بنتكلم عنه. هنبدأ الاول بالماتيريالز. احنا هنحتاج قطعة خشب صغيرة، مسمار حديد ولازم يكون حديد مش صلب، وسلك الماجنت او سلك مواتير، دبابيس مكتب ومسامير ضغط، وحامل وليكن كرتونة او علبة بلاستيك، وبطارية او شاحن قديم. ازاي بقى بنستخدم كل ده؟ هنلف سلك الماجنت على المسمار الحديد، بعد كده هنصنفر الطرفين بتوع سلك الماجنت كويس، وهنحط مسمارين ضغط في وش بعض وهيكون بينهم دبوس مكتب. هناخد طرف من سلك الماجنت ونحطه عند دبوس الضغط اللي في الشمال او في اليمين مش هتفرق، وهناخد سلك الكهرباء بتاع الشاحن نحطه في دبوس الضغط التاني، وهنوصل الطرف التاني بتاع سلك الماجنت بالطرف التاني بتاع سلك شحن البطارية، وكده نكون قفلنا الدايرة بتاعتنا. وهنفرد دبوس مكتب تاني ونحطه على الكرتونة بحيث يكون في مستوى ارتفاع المسمار، ولما نحرك دبوس المكتب اللي عند مسامير الضغط كده الكهرباء هتبدأ تمشي في الدايرة والكهرومغناطيسية هتبدأ تشتغل وتجذب المسمار. محدش هيحبك لو انت فاشل، حتى انت مش هتحب نفسك. قبل ما تحط لنفسك المبررات اللي بالنسبة لك هتطمنك، اسأل نفسك انت عملت ايه عشان توصل للحاجة اللي في مليون واحد غيرك عايزين يوصلوا له. انت عملت ايه مختلف؟ عملت ايه زيادة؟ انت استحملت ايه اكتر منه؟ على فكرة العالم مليان ناس موهوبين ما عملوش حاجة، فاستغل اي فرصة تجيلك وخليك متميز دلوقتي حتى بالامكانيات اللي عندك، واطلع شوية شوية هتلاقي نفسك في الخطوة التانية. بس المهم انت جواك التميز. مش ضروري على فكرة نكون منتجين طول الوقت، انا عايز بس اوصلك ان المفروض يكون عندك درجة معينة من الالتزام والانضباط الذاتي، فتقدر من خلالها تمارس حياتك من غير ما تحس بسوء بعد كده. الموضوع كله بما فيه محتاج صبر واستمرارية، انت بس محتاج تصبر على اي حاجة بتدخلها لحد ما تشوف الثمار بتاعتك. وفي النهاية لازم يبقى عندك ثقة ان القرار بتاعك او القرار اللي انت هتاخده هيطلع منه قرارات غلط واحتمال تفشل فيها، بس هتبقى دي دروس مستفادة ليك قدام تتعلم منها.